الفعل الأكثر تواترا في القرآن الكريم هو فعل اختلف وورد في صيغ متعددة في الماضي والحاضر والمفرد والجمع. يقول تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وقوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. يقول عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إلى آخر الآية. مجموع الآيات اللي ورد فيها فعل اختلف في صيغ متعددة ومشتقات متنوعة 52 آية، واتصل بمجالين هما الطبيعة والإنسان. الأفعال كلها اتصلت بالإنسان، لكن المصدر واسم الفاعل اتصلوا بالطبيعة والإنسان. الآيات اللي تناولت الاختلاف كظاهرة من ظواهر الطبيعة شملت الليل والنهار والجبال والدواب والأنعام والزرع والثمار والناس بلغتهم وبألوانهم، عددها 15 آية، وده ليه دلالة عميقة للاختلاف كمظهر من مظاهر الطبيعة منبثق عن أصل واحد، عشان الإنسان يتفكر ويعتبر بقدرة الله على الخلق. القرآن بيدعونا لفتح الطريق لقبول الاختلاف كمفهوم، وبيمنع ادعاء امتلاك الحقيقة لأي شخص أو مجموعة أو طائفة. اللي بقوله مش حس الدين ولا حس لغة عربية، لكن محاولة أني أقول أن ربنا خلقنا مختلفين وخلق عناصر الكون مختلفة، والاختلاف هو الأساس. لكن أنه اختلاف؟ الاختلاف اللي بيجمع بين ناس قابلين وقابلين اختلافاتهم بدون ما تبقى سبب خلافهم، لأننا مختلفين ومتفقين على اختلافنا، وده سبب كافي إننا نتوافق ونستبعد خلافاتنا لو كنا عاقلين. ولا انتوا رأيكم ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل النهاردة بعد الظهر للبحرين بعد ما شارك في منتدى الهند إفريقيا، واجتمع برئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اللي قال إن مشاركة السيسي أثرت القمة وساهمت إيجابيا في خروجها بالنتيجة المرجوة. الرئيس التقى بملك البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة في قصر القضيبية، ووكالة أنباء البحرين بتقول إن الملك حمد بن عيسى عقد اجتماع مع الرئيس السيسي بحضور الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوفدين، وبحثوا علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة بتجمع البلدين وسبل تعزيزها. الملك حمد أكد قوة ومتانة العلاقات البحرينية المصرية وما وصلت إليه إلى مستوى متطور، وثمن مواقف مصر المشرفة والداعمة لمملكة البحرين وجهود الرئيس السيسي ودوره في تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية وترسيخ أسس التعاون المشترك. الرئيس أعرب عن شكره وتقديره للملك حمد بن عيسى على المواقف العربية الأصيلة اللي بتقفها مملكة البحرين قيادة وشعبا إلى جانب مصر وشعبها. خلال اللقاء تم بحث مجمل الأحداث والتطورات العربية والإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر، وتم التأكيد على بذل كافة الجهود لإرساء الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب. في الهند رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قال إن بلده مهتمة بمتابعة خطوات الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد وجهودها المقدرة في مجال التحول الديمقراطي، وقال الهند مهتمة بتطوير العلاقات مع مصر في كل المجالات، وقال إن هو هيشجع الشركات الهندي العامة والخاصة أنها تزور مصر وتستثمر فيها، وخصوصا في مشروع تنمية منطقة قناة السويس. السيسي ومودي ناقشوا مكافحة الإرهاب من خلال مقترح شامل مش بيشمل بس المواجهات الأمنية، لكن أيضا بيشمل موضوعات اقتصادية واجتماعية وأبعاد فكرية ودينية. الرئيس النهاردة وجه كلمة للمنتدى منتدى الهند أفريقيا، تعالوا نشوف قال إيه في كلمته.
وأود في هذا الصدد التأكيد على أهمية الاستجابة لتطلعات وطموحات شعوب أفريقيا في إزالة الظلم التاريخي الواقع عليها والحصول على التمثيل العادل الذي تستحقه بفئتي العضوية الدائمة وغير الدائمة بمجلس الأمن وفقا للموقف الإفريقي الموحد بكافة عناصره، بالإضافة إلى أهمية إصلاح النظام الاقتصادي العالمي على نحو يعزز من تمثيل وأصوات الأسواق الناشئة والبلدان النامية في الهياكل الاقتصادية العالمية. لعلكم تشاركونني الرأي في أهمية إيجاد حلول فعالة للنزاعات القائمة في العديد من مناطق قارتنا الإفريقية والتي تعتبر من أهم معوقات التنمية، وإذ نتأمل التحديات التي تواجه قارتنا اليوم فإننا ندرك الحاجة إلى تكثيف الجهود وحشد الموارد لتفعيل مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية، وهو ما نسعى لتحقيقه كذلك في إطار شراكتنا الطموحة مع الهند. كما أود التنويه إلى أهمية تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على الجانب الأمني، وإنما تمتد لتشمل تكثيف منابع الإرهاب على الصعيدين الفكري والاقتصادي. ده الرئيس في الهند، والرئيس بعدها راح البحرين، وقبلها كان في دولة الإمارات العربية المتحدة. هنا بقى الإعلام المصري كان بيعمل إيه؟ كان عندنا في الإعلام المصري خناقات على الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي تلتقط الموضوع، وخناقة ما بين فلان وعلانة، المذيع الفلاني والضيفة الفلانية، ما بين المذيعة الفلانية والمذيعة العلانية، وخناقات طول الليل وسهر الليالي واستطلاعات رأي وصور وتويتات وكلام بيكتب على الفيسبوك، وناس مع ده وناس مع ده، والموضوع عمال بيكبر ويسخن، والانتخابات شغالة في حالة من حالات البرود الانتخابي ملهاش دعوة باللي بيحصل في السخونة الإعلامية اللي سقط فيها الإعلام مرة تانية وتالتة ورابعة للأسف الشديد. في وسط ده كله المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات قال اللجنة استلمت معظم نتائج فرز صناديق الاقتراع في 14 محافظة، والنتائج تم مراجعتها وضم أصوات المصريين في الخارج إليها لمعرفة الأصوات اللي حصل عليها كل مرشح، والنتيجة النهائية هتعلن بكرة إن شاء الله. اللجنة العليا تلقت 16 طعن على نتائج الفرز في اللجان العامة والفرعية في 6 محافظات، واللجنة هتعمل اجتماع لنظر الطعون. عدد الناخبين في جولة الإعادة من المرحلة الأولى تخطى 5,600,000 ناخب من أصل 25,582,518 ناخب حسب اللجنة العليا للانتخابات، وإن النسبة بتتراوح بين 20.5% و22%. أعلى نسبة مشاركة كانت في الوادي الجديد وأسيوط وقنا، وأقل نسبة كانت في البحيرة والبحر الأحمر. والفئات العمرية الأكثر تصويتا كانت من سن 18 ل 45، يعني 37%. نسبة الذكور 54% والإناث 46%. أرقام الحقيقة تعتبر صادمة لكل اللي كان بيتقال. إذا كان ما بين 18 ل 45 بيشكلوا أكتر من تلت الناخبين هم كده لوحدهم 37%، يعني معناها عزوف الشباب مش الكلمة هي المناسبة اللي تتقال. الستات هم اللي نزلوا 54% كانوا ذكور، يعني الستات شاركوا زي ما الرجالة شاركوا. فاحنا عايزين نخرج برا الكلاشيهات اللي بنستخدمها عادة عشان خاطر نبقى شايفين الحقائق. هنحاول النهاردة ان احنا نقول لكم ونقرأ مع بعض النتائج الأولية اللي صدرت لغاية الساعة 12 الظهر، يعني ما أرجوكم سامحوني إذا كان في حاجات استجدت في خلال الدقائق والساعات الأخيرة، بس احنا بنقرأ الكلام ده لغاية الساعة 12 الظهر عشان نعمل له تحليل فيه طبعا بعض الاختلافات في الأرقام. إجمالي عدد المقاعد بالنظام الفردي في المرحلة الأولى 226 مقعد، بقت 216 بعد إلغاء الانتخابات بحكم قضائي في 3 دوائر بالنظام الفردي، دول بيشملوا 10 مقاعد. الدوائر اللي اتلغت هي الرمل
في اسكندرية 4 مقاعد، دائرة دمنهور في البحيرة 4 مقاعد، ودائرة الوسطي في بني سويف مقعدين. إجمالي المقاعد بنظام القائمة في المرحلة الأولى 60 مقعد، دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد 45 مقعد، ودائرة قطاع غرب الدلتا 15 مقعد. أنا عارف أن أنا ما بقول لكمش معلومات جديدة، المرحلة الأولى خلصت، بس معلش احنا بنراجع مع بعض عشان نشوف، نحاول نستقرأ النتائج بتقول إيه. عدد المقاعد اللي فاز فيها مرشحين للأحزاب حسب النتائج الأولية فردي وقايمة حوالي 123 مقعد من أصل 276 مقعد 108 فردي و15 قائمة، دول اللي ينتموا لأحزاب. برضو التحليل الأولي لنتائج المرحلة الأولى بعد جولة الإعادة بتقول إن المستقلين والشخصيات العامة اللي مش بينتموا للأحزاب أخدوا 153 مقعد يعني حوالي 55% من إجمالي عدد المقاعد، فبالتالي هيتفتح باب التكتلات داخل المجلس ومحاولة الأحزاب إنها تغري المستقلين عشان ينضموا لها. حزب المصريين الأحرار تصدر قائمة أكثر الأحزاب حصولا على مقاعد في الجولة الأولى، وفي المرتبة الثانية كان حزب مستقبل الوطن، وفي المرتبة الثالثة حزب الوفد، ودي أكبر الأحزاب المشاركة في قائمة في حب مصر. حزب النور فاز ب10 مقاعد، مرشحة أنها تزيد 4 مقاعد تانية في حالة إجراء الانتخابات على 10 مقاعد اللي تم إلغاء الانتخابات فيها بالحكم القضائي، خاصة إن في 4 من المقاعد دي في البحيرة اللي حزب النور بالفعل فاز ب6 مقاعد فيها، و4 تانيين في اسكندرية، و89 مرشح لحزب الوفد كانوا دخلوا في المرحلة الأولى، ومن بينهم 22 دخلوا الإعادة. المرشحين الفائزين عن حزب النور فازوا بمقعد 1 في مطروح، 2 مقعد في اسكندرية، و6 في البحيرة، و1 مقعد في بني سويف. بيتضح من النتائج الأولية برضو عدم حصول حزب الحركة الوطنية اللي أسسه الفريق أحمد شفيق إلا على 1 مقعد في المرحلة الأولى، يا إما بسبب انخفاض شعبية الحزب أو بسبب أن زي ما تقال عندنا هنا من ضيوفنا من الحزب أنهم دخلوا الانتخابات متأخرين جدا بسبب إلغاء أوراق تقدمهم أكتر من مرة، فما كانش عندهم وقت يعملوا الدعاية الكافية. برضو بيتضح من النتائج الأولية احتمالية أن حزب المصريين الأحرار وحزب مستقبل الوطن ممكن يتصدروا قائمة الأحزاب الأكثر حصولا على مقاعد في المرحلة الثانية للانتخابات برضو، وفي النتائج النهائية بشكل عام بيجي بعدهم حزب الوفد. بيتضح برضو أن أقصى عدد مقاعد ممكن يوصل له حزب النور بعد المرحلة الثانية من 25 ل 30 مقعد على أقصى تقدير بنسبة 5 أو 6%. عدد المرشحين المسيحيين الناجحين في المرحلة الأولى حوالي 30 مرشح بنسبة 10.8%. الكلام ده بيرد بوضوح شديد جدا على الناس اللي برا اللي بيتكلموا على اضطهاد الأقليات هنا في مصر، لما كان في نوع من انواع الاضطهاد موجه لبعض، وانا ما بكره الحقيقه كلمه الاقليات، ولكن احنا لازم نعرف هم بيتكلموا عن ايه. هم بيقولوا على المسيحيين اقليات وبيقولوا عنهم انهم مضطهدين، ولكن نتائج الانتخابات بتقول انهم ليسوا اقليه وليسوا مضطهدين، وان هم اذا كانوا اخذوا 10.8% ده معناه ان هم حصلوا ايضا على اصوات مسلمين ومسيحيين، فبالتالي حالة الاحتقان اللي بيصورها لينا الغرب حالة غير حقيقية. غالبا المستقلين هيمثلوا النسبة الأكبر في البرلمان اللي جاي بنسبة تخلي الموضوع صعب إن أي حزب بعينه يشكل الأغلبية في البرلمان بدون ما يلجأ لتكتلات أو يحافظ على التحالفات الموجودة، وأنا ما أعتقدش إن التحالفات دي هتستمر، لأن معروف عن إن الأحزاب إنها عادة بتكون عندها خلافات مستمرة ودائما. نسبة المشاركة في المرحلة الثانية متوقع أنها ترتفع عن المرحلة الأولى، ومتوقع أن نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية بشكل عام تبقى ما بين 30-35% على أقصى تقدير، وممكن تكون 30% بس في المرحلتين.
أول رد فعل على أن المصريين الأحرار أخذوا العدد الكبير من المقاعد كان من الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، اللي هاجم المقاطعين وهاجم الإعلام وهاجم أجهزة الدولة، وقال على تويتر: أهنئ كل عامل بأجهزة الدولة لم يؤدي الأمانة ولم يعدل بين الناس، وكل مرتشي وراشي وسمسار بينهما. نجحتم في إقصاء حزب النور عن تمثيل الحركة الإسلامية بأقل من عشر وجودها في المجتمع. وقال: ها هو الملياردير يستعد لتشكيل حكومة مصر، فلا تلوموا إلا أنفسكم ولتلومكم الأجيال القادمة حين تصبح آلام اليوم هي أحلام الغد، لأنكم رفضتم أو قصرتم في قراءة الواقع فلم تصيبوا الشرع. وقال: هنيئا لمهندسي انتخابات 2015 ولكل المقاطعين والإعلام المأجور والإخوان وأتباعهم وشيوخ السلفيين المقاطعين وأتباعهم. سويرس من ناحية تانية، رجل الأعمال نجيب سويرس، وجه الشكر لكل ناخب حط ثقته في المصريين الأحرار، وقال: النجاح من عند الله وتوقعت النتيجة رغم كل حملات التشويه. إذن ياسر برهامي يعني نائب الرئيس الدعوة السلفية يقول: هنيئا لكل راشي ومرتشي، ونجيب سويرس يقول: النجاح من عند الله. بيقول: توقعت النتيجة رغم كل حملات التشويه، لأن الحزب اتبع أساليب علمية مدروسة بما لا يخالف قواعد اللجنة العليا للانتخابات، ورد على الكلام اللي بيتردد أنه عايز يسيطر على البرلمان، فقال: النتائج مش هتتيح لأي حزب أنه هو يسيطر على البرلمان، وما كانش أصلا في ذهني السيطرة عليه، وإلا كنت حطيت مرشحين على كل المقاعد، وأنا ماليش أي طموح أو هدف شخصي. هن الرئيس السيسي باستكمال أول مرحلة من آخر خطوات خريطة المستقبل، وقال: الرئيس أثبت للعالم كله والمصريين أن هو شخص ملتزم في وعوده. كاميرا القاهرة 360 رصدت اللحظات الختامية قبل إعلان النتيجة، نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات. تعالوا نشوف. الاقبال كان تقريبا زي المره اللي فاتت، هي نفس النسبه تقريبا بتاعه الاسبوع اللي فات بالظبط، نفس العدد ناقص 10 تقريبا يعني. السيدات طبعا كانت اكتر حاجه، وبعدها الناس الكبار، وبعد كده الشباب. هو الحقيقه عدد الاصوات حصل مفاجاه انه طلع اكتر من الاعاده، بس المفاجاه انها في اخر ساعتين من اليوم الثاني حدث تكتل. يعني اول يوم كان 160 بس، وصلنا النهارده 525 صوت. والله النهارده كان في شباب كتير جدا جدا، يعني فئه عمريه اللي هي الشباب 20 سنه و21 سنه، كان في شباب كتيره بدات تتوافد على اللجنه من حوالي الساعه 7. السيدات والرجال كانوا يكونوا متساويين. الاقبال عامه ضعيف في الدايره دي، ما اعرفش الدايره الثانيه فيها ايه. الفكره كلها في العدد كمان قليل عن المتوقع على ما يبدو، يعني ان الناس طبعا مرتاحه لحكم السيد الرئيس السيسي، فمطمئنين قلبا وقالبا بالنسبه لامور البلاد، فما عندهمش الحافز ان هم حته البرلمان وحته القوانين والى اخره. هل هم مقطعين؟ هل هم يعني مش عايزين ينزلوا؟ عارفين بقى ان جاي لهم فكره ان عضو مجلس الشعب ده هو بس بيظهر ايام الانتخابات، اما بعد كده فخلاص ما بيبقاش فيه اي ايجابيات ليه، او لما بيروحوا ما بيساعدهم. كنت عايزة أوجه لهم كلمة إن أنا ماليش صوت كقاضي، ولا ضابط الشرطة ليه صوت، ولا ضابط الجيش ليه صوت، هم اللي ليهم صوت. أنا عندي أولاد، وهنا عنده أولاد وأولاد أولاد، مين اللي هيحدد لهم مصيرهم؟ مين اللي هينزل وهيقول رأيه؟ مين اللي هيختار الصح؟ هم، وهم ما نزلوش للأسف. بطاقتي اللي معاك دي؟ معايا. طب خلي بالك احسن فيها 70 سنة دي. ريال عبد شاهين. انا بدعي جميع الشعب المصري ينزل الانتخاب، علشان وان دون الانتخاب ده مستقبل مصر، وده لجنة برلمانية كبيرة قوي، وهيبقى مجلس شعب كبير قوي، وهنختار الناس الجداد الحلوين اللي هيكلموا باسمنا في مجلس النواب الشعب. هتطلعني في التلفزيون؟ هطلعك في التلفزيون. مع مين بقى؟ مع أسامة كمال. أسامة كمال ده حبيبي، ده بتاع القاهرة والناس. والله انت اللي حبيبتي يا حاجة، مساء الفل عليكي لو بتتفرجي.
كان في النهاردة أو الأسبوع ده بيتم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة فيزا العالمية والمعهد المصرفي. معهد مصرفي الحقيقة يعني احنا عارفين بقى في تغيرات بتحصل وعندنا رئيس جديد أو محافظ جديد للبنك المركزي، والمعهد المصرفي تابع للبنك المركزي، هو اللي شغلته ان هو يدرب الناس وينشر الوعي بين الناس عن التضمين المالي، وان هو يعود الناس انها تتعامل داخل النظام المصرفي. في اتفاق وبروتوكول جديد عشان خاطر 6.5 موظف اللي بيشتغلوا في الحكومه يكونوا بيستخدموا الفيزا، مش مجرد ان يبقى عنده ATM يروح يسحب الفلوس من المكنه وياخدها وكانك ابو زيد مغازيت. فتعالوا نشوف المؤتمر ده ايه اللي دار فيه واسبابه ايه. الحكومة الحقيقة خدت قرار مهم جدا بأن هي قررت أنه كل المدفوعات الإلكترونية بداية بكل موظفين الحكومة ياخدوا المرتبات بتاعتهم إلكترونيا على بطاقات. الموضوع ده طبعا مهم جدا للبلد ومهم للاقتصاد، وإحنا بمجرد ما الحكومة خدت القرار ده شركة فيزا دخلت في الموضوع مع البنوك اللي هي بتشتغل معاها، ومين لي البنك الأهلي وبنك مصر، هما البنكين الرئيسيين اللي بيلعبوا دور كبير. معهد المصرفي المصري النهاردة وقع بروتوكول مع شركة فيزا لتثقيف المالي في مجال المدفوعات الإلكترونية بخصوص المرتبات الحكومية. حضرتك عارف انه الحكومه اصدرت قرار انه 6.5 مليون موظف يسخدوا مرتباتهم من خلال كروت الصرف الكروت الالكترونيه، وبالتالي عشان يتم هذا المشروع بنجاح لابد من حدوث يعني تثقيف مالي او توعيه ماليه لهؤلاء الموظفين. من اهم الحاجات اللي احنا بنلعبها هي كمان مش بس ان احنا نطلع بطاقات، لا، هو المهم جدا الوعي بطريقه استخدام البطاقة، وان الموظف يبقى عارف انه البطاقة دي اضافة لي، وانه لازم يعرف ازاي يستخدمها وازاي يتعامل معها وازاي يستفيد منها. هو بنبتدي ب 120 الف كمرحلة اولى، 120 الف يعني شخص حنوصل لهم، وحتظل تباعا بقى هذه المراحل الى ان نغطي كل المجموعة ان شاء الله 6.5 بمساعدة فيزا انترناشنال والبنك الاهلي وبنك مصر وغيره من البنوك. فرانس 24 او فرانس 24 قالت ان قوات الامن في تركيا اقتحمت امبارح مقر محطتين بتملكهم مجموعه كوزا ابيك المقربه من فتح الله جولن غريم اردو اللدود، وفرقت الموظفين في قنوات التلفزيون بالغاز المسيل للدموع وخراطيم الميه، وبعدين الشرطه ومدير جديد عينه القضاء للتولي إدارة البث دخلوا وابتدوا هم اللي بيعملوا البث التلفزيوني رغم معارضة رئيس تحرير بوجون تي في اللي هو اسمه طارق تروس، اللي قال قدام الكاميرات: المشاهدون الأعزاء لا تتفاجأوا إذا رأيتم الشرطة في استديوهاتنا في الدقائق المقبلة. ده كلام اللي قاله طارق تروس رئيس تحرير بوجون تي في. عضو في البرلمان التركي قال: هذا عار نشهد الآن آخر ثواني من البث الحر لبوجون تي في، كل المسؤولين عن هذا القرار لازم يحاسبوا على جرائمهم أمام التاريخ. من بداية سبتمبر الشرطة التركية فتشت 23 مقر تابع لكوزا أيبك بحجة مكافحة الإرهاب، ودي اتهامات وأصفها رئيس الشركة بالأكاذيب. وقرار وضع المجموعة تحت الوصاية حصل قبل الانتخابات التشريعية المبكرة اللي بيعملها إردو لأنه كانش عجباه النتائج اللي فاتت فبيعيد تاني، حصلت قبل الانتخابات بأربعة أيام راحوا شمعوا قناتين تانيين. السفارة الأمريكية في تركيا كتبت على تويتر: عندما تتقلص مصادر الرأي المتاحة للمواطنين وخصوصا قبل الانتخابات يشكل ذلك مصدر قلق. وهنا بقول طبعا للسفارة الأمريكية في أنقرة: يا حنين. زيارة الرئيس السيسي لبريطانيا قربت، ورئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطانية MI5 أندرو باركر بيقول المتشددين الإسلاميين بيشكلوا أكبر خطر على بريطانيا طول 32 سنة قضاها في العمل المخابراتي، وطالب بسلطات جديدة للرقابة الرقمية عشان البريطانيين يكونوا في أمان.
باركر كرر تحذيراته من أن المتشددين بيخططوا لهجمات تؤدي لأعداد كبيرة من القتلى، وقال الخطر هو بطريقة وسرعة عمري ما شفتها في حياتي المهنية. وقال داعش بتستخدم وسائل الاتصال الحديثة لنشر رسالة الكراهية وإلهام المتطرفين وبعضهم صغار السن لشن هجمات بالطريقة اللي هم عايزينها. بس طبعا هو بيتكلم عن داعش بس، ومش شايف الجماعة التانيين اللي هم واخدين يعني راحتهم في اللي هم بيعملوه واللي هيحاولوا يعملوه. صحيفة الوطن النهاردة نشرت نقلا عن سمير تكلا مؤسس مجموعة أصدقاء مصر في البرلمان البريطاني، بيقول أن هناك نحو 1280 نائب بريطاني في مجلس العموم واللوردات يرحبون ويؤيدون زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة إلى لندن، والتي من المنتظر أن تتم قبل نهاية العام الجاري. وقال في تصريحات خاصة للوطن أن هناك اهتماما بريطانيا كبيرا بزيارة الرئيس المرتقبة، لكن بعض وسائل الإعلام الأجنبية الموجهة والتي يصرف عليها التنظيم الإرهابي تركز فقط على وجود 44 نائبا بريطانيا معارضا، رغم أن نسبتهم في البرلمان لا تتعدى 3%، يعني 0.3%. والكلام على عهدة سمير تكلا مؤسس مجموعة أصدقاء مصر في البرلمان البريطاني. الزيارة زيارة هامة جدا، أرجو أن يكون من وضع الزيارة حط في الاعتبار الكثير من الأمور التي من المستحب أن يقوم بها الرئيس في لندن، منها زيارة هامرسميث هوسبيتال، والحقيقة دي اللي زارها مؤخرا الرئيس الصيني، وهي مستشفى تختص بأبحاث كثيرة في مجالات متعددة وعلى رأسها مجال علاج أمراض الكبد اللي احنا في مصر بنعاني منه كثيرا. على ذكر داعش، كنا بنتكلم عنها من شوية، في اجتماع مهم في فيينا عشان الأزمة السورية ومحاربة داعش بعد تأكيد انضمام إيران وقبلها مصر لمجموعة العمل اللي بتشمل السعودية وروسيا وتركيا، وانضم ليهم الاتحاد الأوروبي وفرنسا. CNN بتقول المحادثات هتضم دول علاقاتها ببعض متوترة زي مصر وتركيا وزي السعودية وإيران وطبعا روسيا وأمريكا. CNN قالت الكلام ده، وبعد منه اتكلمت عن توتر بيزداد بين أمريكا وروسيا، بس المرة دي في المحيط الهادي. طيارتين روسي TU-142 اقتربوا من حاملة الطائرات USS رونالد ريغان في المحيط الهادي، فاعترضته 4 طيارات F-18. وزير الخارجية السعودي عادل الجوبير قال في اجتماع النهاردة في فيينا للسعودية وروسيا والولايات المتحدة وتركيا، الاجتماع ده تم، بكرة هيكون اجتماع موسع من الدول التانية عشان اختبار نواياها لإيجاد حل للأزمة السورية وعلى رأسها موعد ووسيلة رحيل الأسد. يعني في تعليقات كتير موجودة عندي. وزير خارجية بريطانيا فيليب هامن بيقول بنحاول نقرب وجهات النظر، والخلاف هو كيفية وموعد مغادرة بشار الأسد. وأمين عام الناتو السابق الدنماركي أندريس فوغ راسموسن قال محتاجين وجود على الأرض، فسألوه الوجود ده لازم يكون وجود غربي، قال لا يكون من جيوش المنطقة، فقالوا له زي مين، فقال لهم أنا شايف أن تركيا مرشح ممتاز للموضوع ده. لكن التصريح المهم الأسبوع ده كان قاله مدير الاستخبارات الفرنساوي برنار باجولي، ده كان قاله أول امبارح، قال الحرب في سوريا والعراق بتنذر بتغيير في خريطة في المنطقة، وبالتالي الشرق الأوسط الحالي انتهى بلا رجعة. شرح كلامه، قال العراق وسوريا مش هيستعيدوا أبدا حدودهم الحالية، شايفين سوريا مقسمة على الأرض والنظام مش بيسيطر إلا على تلت البلد، والأكراد على الشمال وداعش بيسيطر على وسط البلد، ونفس الكلام بينطبق على العراق. كلام في منتهى الخطورة يقوله رئيس الاستخبارات الفرنساوية في حضور رئيس الاستخبارات الأمريكية، إن بيقولوا انسوا الشرق الأوسط إنه يرجع زي ما كان. إذن لكل من شكك للحظة واحدة منذ ثورة 25 يناير في أن سيناريو التقسيم موضوع على المائدة ويأتي بقوة، ها هو سيناريو التقسيم حدث وليس يحدث، حدث بالفعل، حدث في مثل هذا اليوم. هنروح لفاصل ونحاول نعرف إيه اللي هيحصل في فيينا بكرة. فعلا مصر هتبقى قاعدة كده مع تركيا،
يعني رجالة إردو هيبقوا قاعدين مع رجالتنا، السعودية هتجتمع بإيران، يا ترى مصر ممكن يكون ليها دور في فرض حل سياسي على دول كلها داخلة حرب مع بعضها وكلها عندها قرار وقافلين دماغهم عليه ورايحين له، ولا إيه اللي هيحصل؟ ألقاكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش أنا بعتذر إن إحنا يعني النهاردة هنتكلم في موضوع مختلف عن اللي الناس مهتمة بيه وعايزة تتكلم فيه، وهو موضوع فتاة المول أو الحاجات اللي دايرة خلال الأسبوع من مثل هذه الموضوعات، وهناخدكم لموضوع قد يكون غير مهم لكن نحاول نهتم بيه ونحاول نعرف مصير المنطقة بالكامل، إيه اللي بيحصل فيه، حجم الدول اللي بتتلاعب بالمنطقة وحجم الدول اللي عندها اهتمام بالمنطقة وحجم الدول اللي عايزة تغير المنطقة. قلت لكم قبل الفاصل على مجموعة كبيرة من التصريحات اللي اتقالت، في رأيي كان أهمها تصريح مدير الاستخبارات الفرنسية برنار باجولي اللي قال الشرق الأوسط اللي نعرفه انتهى دون رجعة، ودول زي العراق أو سوريا مش هتستعيد أبدا حدودها السابقة. لما نقول إن ده تصريح رئيس الاستخبارات الفرنسية، هنقول إن بشار الأسد بكل اللي عمله كان مجرد أداة استخدمت للوصول إلى هذه النتائج. هنقول إن ما حدث وما يحدث على الأرض بيحدث من قبل مجموعة من الأدوات اللي رايحة في اتجاه زي ما يكون قطار على موعد أن يصطدم بالحائط. من الذي ينهار، الحائط أم القطار؟ ده اللي هنحاول نعرفه من ضيوفي، وإحنا بنتكلم عن الاستعدادات لاجتماعات موسعة في فيينا غدا بعد الاجتماعات التي تمت اليوم بين 4 دول. هل الناس اللي بتلتقي دي شركاء في حرب؟ هل هم فرقاء أصلا؟ مصر بلد منهم، هتبقى قاعدة على نفس الترابيزة مع تركيا. السعودية بلد منهم، هتبقى قاعدة مع إيران على نفس الترابيزة. أمريكا بلد منهم، هتبقى قاعدة مع روسيا على نفس الترابيزة وهلم جرة. برحب بضيوفي الكرام سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهلا بحضرتك يا فندم. والدكتور سعيد اللوندي خبير العلاقات الدولية، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. والكاتب الصحفي الأستاذ حامد عز الدين، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. سعادة السفير، يعني اجتماع فيينا بكرة ده اجتماع فرقاء أم شركاء؟ اجتماع خصوم. خصوم. واجتماع الهدف منه مش واضح، والنتيجة اللي هيصل إليها غامضة. هل ممكن يصل للنتيجة أصلا؟ حضرتك، هو في 3 عوامل رئيسية أدت إلى هذه الصيغة. كما تتذكر حضرتك أن كان في اجتماع يوم الجمعة الماضي في فيينا، اجتماع رباعي اتكرر النهاردة. وقبل الاجتماع الرباعي بتاع فيينا الجمعة الماضي كان في اجتماع ثلاثي بين وزير الخارجية الأمريكية ووزير الخارجية التركية ووزير الخارجية السعودية. لكن في 3 الإطار العام حضرتك، أو الإطار الحاكم لهذه الصيغة من الاجتماعات حول سوريا. أول ملاحظة عليها إن إيران لأول مرة منذ اندلاع الثورة الأزمة في سوريا هتشارك في اجتماع دولي حول سوريا، وده طبعا نتيجة التوصل للاتفاق النووي في 14 يوليو الماضي، وده في حد ذاته بيغير ديناميكية الصراعات الإقليمية والتنافس الدولي في المنطقة والصراع بين العرب وبين الإيرانيين. 3 عوامل حضرتك اللي أدت بنا إلى ما نراه النهاردة، هو اتفاق 14 يوليو بين مجموعة 5+1 وإيران. تاني عامل التدخل العسكري الروسي في سوريا في 30 بالضربات الجوية الروسية اعتبارا من 30 سبتمبر الماضي. والعامل الثالث والأخير هو زيارة الرئيس بشار الأسد إلى موسكو يوم 20 أكتوبر.
النهاردة واضح حضرتك أنه الروس واخدين زمام المبادرة الدبلوماسية والعسكرية في سوريا، والأمريكان عايزين يعطلوه، عايزين يفرملوه. فالاجتماع الصيغة دي حضرتك اللي بدأت في فيينا يوم الجمعة الماضية وبكرة هتتكرر، هي أتت على هذه الخلفية، يعني جاية عشان خاطر تعطل ما يخطط له الروس. احتواء في تقديري أنا حضرتك داخل المجموعة اللي هتجتمع بكرة حضرتك في تناقض كبير جدا جدا في الرؤى بالنسبة لمستقبل سوريا. في مجموعة عايزة حل سياسي، في مجموعة حل سياسي بس بشار يرحل، مجموعة مصممة على رحيل الرئيس بشار الأسد، ومجموعة أخرى وأعتقد مصر منهم مسألة رحيل الرئيس بشار الأسد أو مستقبل الرئيس بشار الأسد، ده بيحدده الشعب السوري. نعم، الشعب السوري. إذا بنتكلم على انتخابات رئاسية مبكرة زي ما تقال في سوريا قبل بها بشار الأسد، حضرتك شايف الصورة عاملة ازاي في ظل ما قاله سعادة السفير وفي ظل موضوع ان الرئيس الأسد يقبل بانتخابات رئاسية مبكرة؟ انا في رأيي لو لم يحدث امرين لما حدث هذا الاجتماع في فيينا اطلاقا. الشيء الاول، لولا التحرك الروسي في سوريا لضرب داعش والضربات الجوية الروسية لما كان هناك مؤتمر في فيينا. الشيء الثاني، الاتفاق النووي الإيراني الغربي، يعني هو سيد سفير الساق ثلاث أسباب من ضمنها السببين دولت، وعليهم أيضا زيارة بشار إلى موسكو. بالضبط، أنا أتفق مع سيد سفير في هذا المجال، سيما وأنه الأحداث في سوريا متلاحقة. صحيح أن الزيارة التي قام بها بشار الأسد يعني أحدثت دويا كبيرا في عالم العلاقات الدولية، باعتبار أن هناك أحداث ساخنة في سوريا كيف يتركها ويذهب إلى هناك، ثم ماذا دار من أحاديث بينه وبين القادة السوفييت وبوتين تحديدا هذا الأمر. لكن بشكل عام أعتقد أن الذي يحدث الآن في فيينا يعني عندما تم توسيعه أكثر من اللازم، كان يكفي أن تدخل مصر وإيران فقط، لكن عندما دخلت فرنسا والإمارات سمعت أشياء كثيرة جدا، يبدو أن الأمر سيظل كما هو. صحيح أن البعض يقول أنه هناك مرحلتين، مرحلة انتقالية يمكن أن يوجد فيها الأسد، مرحلة مستقبل سوريا لا مكان الأسد فيها، كما يؤكد على ذلك عادل الجبير وزير خارجية سوريا. لكن حضرتك شايف في جدوى من هذا الاجتماع غدا، أم أنه اجتماع يقام لمجرد احتواء الموقف الروسي زي ما قال سعادة السفير، أو عشان خاطر يبقى عملنا اللي علينا؟ لا، عنده حق سعادة السفير في لأن مسألة احتواء، يعني المسألة رد فعل من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أمريكا عودتنا دائما عندما تتصرف لا تتصرف بمفردها، توعز إلى آخرين بالقيام بهذه الأشياء وهي معهم، لكن هي مصدر هذه المعلومة. أعتقد أن أمريكا تحاول بقدر الإمكان يعني تضييع السبق الذي حققه الروس في الضربات الجوية المشهورة جدا في سوريا ضد داعش. أستاذ حامد، يعني المفروض أن المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية هيجلسا على نفس الطاولة غدا، ثم تخرج تصريحات من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني اللواء حسن فيروز لوكالة أنباء فارس، قال فيها مشاركة السعودية في مباحثات فيينا حول الأزمة السورية مشبوهة وغير شرعية لأن النظام السعودي مجرم حرب. هذا التصعيد قبل يوم واحد من هذا اللقاء مقصود بإيه؟ يعني الاحتمال الأكبر أنه هو يبقى بيستبق نتيجة قد يتوقعها أو قد تتوقعها إيران، لأنه قال إن السعودية المفروض يعني تعامل كمجرم حرب، ولم يتحدث بالمرة عن الولايات المتحدة الأمريكية اللي داعش الموجود في سوريا هو صنيعتها، وهي تبدو الولايات المتحدة في يعني الحركة المحمومة. أنت حضرتك تتوقع إنه يعمل ده وهو لسه في بداية شهر العسل مع الولايات المتحدة؟ ما أنا بداية شهر العسل، هو القضية هو يستبق الأمور، لكن نحن في فيينا غدا
يعني ممكن نوصفها بمنشط انه نحن امام زواج على ورقة طلاق او انه طلاق على ورقة زواج. بين مين ومين؟ بين الخصوم كما وصفهم سعادة السفير، الخصوم الموجودين. الحقيقة انه حتى هذه اللحظة الموقف السعودي وراءه سبب الوجود الإيراني، والموقف الإيراني العجيب اللي هو في التصريحات اللي قيلت أيضا سببه وجود المملكة العربية السعودية، اللي هي حرب الوكالة التي يصنعها أعداء العرب والمسلمين لمحاولة إشعال فتيل مواجهة شاملة بين السنة والشيعة، بالتأكيد مش لمصلحة المسلمين. إيجاد داعش والحديث العجيب انه التخلص من داعش يحتاج من وجهة نظر الأمريكية الى 10 سنين، فيما الضربات الجوية السورية الروسية في سوريا تحقق نتائج بالنسبة لهم اصبحت مبهرة، والتسرع وتسارع الإيقاع في الإعداد لفيينا 1، واليوم نحن في فيينا 2 بعد ما تم توسعها، بيؤكد انه الصراع الروسي الامريكي في منطقة الشرق الاوسط اصبح سافرا بما يكفي. طيب سعادة السفير، يعني فيينا 1 و2 لما قالها الاستاذ حامد فكرتني ان كان في جنيف 1 وجنيف 2، فواضح ان احنا يبقى عندنا لكل عاصمة اوروبية ال1 و2 بتوعها اللي يختصوا بالأزمة السورية. بس بمناسبة الأوروبيين، وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير كان بيقول اجتماع فيينا مش هيبت في مصير الأسد، مش عارف هيبت في ايه، وقال جلوس لاعبين مهمين ولأول مرة على طاولة واحدة، مش عارف جلوس لاعبين مهمين عشان خاطر يعملوا ايه اذا كان مش هيبت ومش هيعمل. هل حكم بفشل هذا الحوار من قبل ان ينعقد؟ هو حضرتك من الجمعة، من متابعة نتائج الاجتماع الرباعي يوم الجمعة الماضية، كان واضحا ان اجتماع بكرة هو تحصيل حاصل، وان هو الكلمة الانجليزي ويندو دريسنج. لكن في النهاية انا اعتقد ده زي الويندو شوبينج كده، ويندو دريسنج يعني حضرتك يعني بس تتخيل نفسك ان انت يعني حضرتك بس كده للصوره يعني. ممكن نترجمها بالعربي الى الصوره بس. لكن اللي نسميه عندنا في مصر نسميه امريكاني. لكن هو الاجتماع اللي يستوقف المرء في اجتماع بكره يا فندم هو مشاركه ايران في هذا الاجتماع الدولي بحضور الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. طب ما هو إيران، عندي برضو بعد إذن حضرتك تصريح لسه نازل على العربية من 10 دقايق، نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بيقول أن الحديث عن مستقبل الأسد خط أحمر. طبعا إيران عارفة كويس قوي يا فندم أنه التركيز على مستقبل الرئيس الأسد هو خطوة للنيل من إيران فيما بعد. من ينال من إيران؟ اللي بيطالب برحيل الأسد. القوى، كل القوى الدولية والإقليمية والعربية اللي بتركز لا يهمها مصير سوري ولا يهمها الشعب السوري، لكن كل تركيزها على مدى العامين الأخيرين بصورة ملحة وواضحة ولا لبس فيها، هو أن لا مكان للرئيس بشار الأسد في مستقبل سوريا. الهدف مش شخص، في تقديري أنا، الهدف مش شخص الرئيس السوري، لا، الهدف النهائي التحالف الإيراني السوري، هو كسر محور طهران دمشق حزب الله مرورا ببغداد. أول ما لقدر الله يعني أول ما سوريا تقع طبعا هذا المحور هينهار. فمين هيستفاد؟ الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، تركيا، وبعض الدول العربية لن أسميها. تحرجا؟ يعني لا داعي يعني. دبلوماسية؟ فالنهاردة الأمريكان في ورطة، العرب اللي تحالفوا مع الأمريكان في سوريا
في ورطة، تركيا في ورطة أكبر، وهنشوف حضرتك نتائج انتخابات الأول من نوفمبر في تركيا. متوقع لها إيه يا فندم؟ والله يا فندم يعني أغلب المراقبين بيقولوا هزيمة ثانية لحزب أردوغان. هزيمة أكبر، يعني مش هيحصل على الأغلبية اللي هو اللي من أجلها قتل اللي قتله من الأكراد وكل اللي عمله بعد حضرتك 7 يونيو واقتحم محطتين تلفزيون امبارح أو ثلاثة. واقتحم، تتخيل اللي كانوا بيقدمهم لنا على أساس ديمقراطية، ودي الديمقراطية التزاوج بين الديمقراطية ونظام إسلامي، يخش على البوليس، يخش حضرتك على محطتين تلفزيونتين ويلقي القبض على المعارضين لرئيس الجمهورية. هي حضرتك، هو بقى هنا السؤال اللي لازم نبحثه، هي مصر بتعمل ايه في فيينا بكرة؟ مصر بتعمل ايه في فيينا بكرة؟ ده سؤال مهم. أماني نجيب بتقول: أعتقد أن مشاركة مصر ليست للانحياز لأي من الطرفين سواء الأمريكي أو الروسي، بل مع أغلب الظن أن مصر مع مصلحة حماية حدودها وأمنها الإقليمي، وأي طرف يحقق الأمن والسلام للبلد أعتقد أن مصر تنحاز له بجانب مصلحة وأمن أشقائها العرب. وياسر بيقول: اجتماع الغد هو اجتماع لإخراج ما تم الاتفاق عليه، تهدئة باليمن وحل سياسي بسوريا ومحاولة البت بمصير الأسد بالوضع الجديد. سعادة السفير سأل السؤال وأترك لحضراتكم الإجابة، ماذا تفعل مصر في فيينا غدا؟ وهنعود بالسؤال لحضرتك برضو. يعني أنا أتصور أن مصر ليس لديها على الأقل في هذا الوضع الحساس ما تقدمه، لأن الخيارات أصبحت واضحة تماما، إما أن يجلس الأسد أو لا يجلس. ولا أعتقد أن مصر يمكن أن تقول أن تنيب عن الشعب العربي السوري في أن يجلس الأسد أو يستمر. لكن أنا أود أن أذكر بشيء مهم جدا، موقف مصر ينبني على نقطتين أساسيتين. أولا، الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من تحدث عن حل سياسي في سوريا، والكل يأخذه كقاعدة عامة الآن، فلا بد أن يكون المتحدث باسم هذا الحل السياسي وليس العسكري أن يكون موجود. الشيء الثاني، وهذه مسألة نطرب لها جميعا، أنه التمسك بوحدة الأرض السورية بعد أن تمزقت، أو سمعنا أن هناك من يحاول يمزقها، اللواء الأسكندروني مع تركيا، الجولان مع إسرائيل، يعني مناطق كثيرة جدا، حلب، دمشق إلى آخره. يعني أعتقد هذا هو الموقف المصري. أنا أعتقد أن وجود مصر في هذا الاجتماع مهم للغاية، أنها تؤكد على الأقل على هذه الأشياء بشدة، ويعني وجود أي دول تتأثر وتؤثر في الأزمة السورية بشكل أو بآخر. ولذلك هذا الشيء مهم أن تحضر مصر بعد أن تبين لها أن غياب مصر في الاجتماع الأول في فيينا كان خطرا ولم يؤدي إلى نتيجة. يعني أتصور أنه قد يؤدي إلى نتيجة ما اجتماعات في فيينا رقم 2. أنا أعتقد أنه مصر بما حققته خلال الفترة الماضية وخصوصا في مجال التسليح العسكري تقترب بكثير من أن تعود قوة إقليمية كبيرة، وإلا ما كان الروس قد أصروا على وجود مصر. مصر موقفها مبني من وجهة نظري على مصلحة الشعب السوري الذي تمثله الدولة السورية والمؤسسات الدولة السورية. ولذلك كما قال سعادة السفير أن مصر يعني لم تربط أبدا شيئا ببقاء الرئيس بشار الأسد أو ذهاب الرئيس بشار الأسد، لكنها أكدت دوما على أنه نحن في انتظار اللحظة التي يعود فيها 4 مليون مهاجر سوري إلى بلادهم. الآن في 12، آخر تقرير بيقول 12 مليون سوري في حاجة إلى مساعدات إنسانية داخل سوريا. سوريا دمرت، سوريا لم تعد دولة، والقادم هو أن نحن سنتحاور. تصريحات بتاع رئيس الاستخبارات الفرنساوي، وده يعني غريب أنه يبقى خارج من بلد زي فرنسا، يقول لن تعود حدود للعراق وفرنسا إلى ما كانت عليه الحدود التي، وأكد على حدود ما بعد الحرب العالمية الثانية. فهو عايز يقول أن هذه الحدود ليست حدود طبيعية ولكن أنشئت بفعل فاعل. وأنا لهذا أقول أن مصر ترى ماثلا أمام أعين الجميع محاولة الإسقاط بتاع الدولة السورية، وبالتأكيد إسقاط الدولة السورية سيؤثر سلبا جدا جدا على مصر، وسيؤثر قبل أن يؤثر على مصر سيؤثر على الشعب السوري
الشعب السوري الذي يعاني منذ سنوات طويلة، والكل لا يذكر شيئا إلا عندما يتحدث عن الشعب السوري. بس الشعب السوري احنا بنتكلم حل سياسي هو للشعب السوري. بعض الناس بتطلع تقول على الحل العسكري بتقول هو للشعب السوري، الكل يستخدم كلمة في صالح الشعب السوري ضد الطاغية ضد داعش ضد كذا ضد كذا، والكل يعني يستخدم اسم الشعب السوري لكي يقف وراءه بحجته عشان خاطر يعمل اللي هو عايز يعمله. أنا لا أعتقد أن الحرب يوما تكون في صالح شعب. أي حرب يعني دمار. سوريا دمرت، سوريا الجميلة لم تعد كما حتى لو كانت الحرب على مجموعات متطرفة غازية زي داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة. أنا أعتقد أنه الدخول الإيراني ثم الدخول الروسي كان دخولا يبدو مبررا، لأن الآخرين الحقيقة مجموعات من الإرهابيين المصنوعين من أجل استمرار هذه الحالة العجيبة في شرق أوسط يعني يختفي من الوجود. طيب سعادة السفير، السؤال لحضرتك، ماذا تفعل مصر في اجتماعات فيينا؟ بداية كنت أتمنى أن مصر تذهب إلى هذا الاجتماع بعد أن تكون قد قررت استئناف العلاقات الدبلوماسية مع دمشق. كلنا نعلم أنه اللي قرر قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسوريا كان محمد مرسي، كان في يونيو 2012 وبضغوط عربية فقط. مش هذكر اسماء دول عربية. فحضرتك كنت اتمنى ان مصر تروح اجتماع باكر وهي علاقتها الدبلوماسية كاملة مع دمشق، لكن من ناحية الاستراتيجية حدود مصر الاستراتيجية تبدأ حضرتك من حدود سوريا الشمالية وحدود سوريا الشرقية. بمعنى آخر أنه أي نظام معادي لمصر في سوريا، مصر لا، ده خط أحمر بالنسبة لمصر. هو ده في تخطيري أنا يا فندم الإطار الاستراتيجي للموقف المصري بالنسبة لما يبدو بسوريا. مصير الرئيس بشار الأسد، مصير النظام الحاكم، دي حاجة في إيد الشعب السوري، ومش مفروض مصر تشغل نفسها بهذه النقطة. مصر مفروض تشغل نفسها بأن الجيش العربي السوري يبقى متماسكا، أن مؤسسات الدولة السورية تبقى متماسكة. هل تستطيع مصر أن تصمد أمام هذه القوى التي تريد خراب سوريا؟ إذا مصر أرادت تستطيع. إذا مصر أرادت تستطيع. تستطيع. نأخذ ده عنوان سعد سفير. سعد سفير يقول إذا مصر أرادت فيما يتعلق بالأزمة السورية تستطيع. طيب بعض الرسائل، أيمن حسن، ممكن نعرف إيه السبب في تدني أسعار النفط حاليا؟ سيطرة التنظيم الإرهابي على حقول النفط في المناطق المستولى عليها، أي حقيقة أن المشتري منهم واحد هو أمريكا؟ إيه المقصود من تصريح مسؤول المخابرات الفرنسية بشأن حدود العراق وسوريا لن تعود كما كانت؟ ليه انتهت الحرب الإعلامية؟ وده سؤال يمكن مختلف عن اللي كنا بنقوله. ليه انتهت الحرب الإعلامية اللي بتشنها أمريكا وتركيا على التدخل الروسي بعد ضرب داعش بصواريخ بعيد المدى من بحر قزوين؟ وأخيرا تصريح مسؤول كبير في السي آي إيه بأن الحرب على داعش تستغرق عدة سنوات. منير جاد بيقول وصل العالم إلى قناعة واحدة أن الحل السلمي هو الحل الوحيد للأزمة، لم يثبت تفوق طرف على الآخر عسكريا، وداعش والنصرة هي المستفيد الأوحد لذلك الحوار الشامل دون استثناء اي طرف بما فيهم الاسد هو الاجدى. سماح ابو الخير، انا مش متصوره ازاي بلد زي سوريا في ناس هي اللي بتقول رايها غير شعبها، لازم نحترم رغبه هذا الشعب ونشوف مين عايز بشار ومين مش عايزه، لازم نرجع سوريا الاول وبعدين شعبها، بس هو اللي يقول رايه. كل ده في اطار عالم منافق، هذا العالم الذي صمت صمتا شديدا على ما حدث في تركيا بالامس. هذا العالم، تخيل حضرتك لو كان هذا الامر تم على قناه مصريه أمس كان العالم هيتحدث عن إيه؟ ده فرانس فانكاتر بس كده جابته يعني ذرا للرمادي في الأعين. لكن هذا العالم المنافق كيف نتعامل معه؟ مع الجماعة اللي بيدعوا إن هم مع حقوق الإنسان ومع حقوق الشعوب ومع ومع ومع. أنا أعتقد إن هذه الجماعات الحقوقية اللي تتكلم عن حقوق الإنسان يعني موضع بين وقت وآخر يوعز إليها بأن تتحدث فتتحدث بالذي طلب منها لا أكثر ولا أقل. معنى آخر أن هناك علاقات دولية وأطماع، مثلا نتكلم عن جميع الدول التي تحضر، أين إسرائيل؟
هل هذا يأتي مصادفة؟ لابد كل المحصلة النهائية لهذه الاجتماعات في الشرق الأوسط كله تعود إلى إسرائيل بالنفع بشكل أو بآخر. أعتقد أننا يعني أين مشكلة الإرهاب؟ يعني التدخل الروسي في سوريا ضد داعش التي صنعتها كما قال الأستاذ حامد فعلا أمريكا صنعت داعش وصنعت القاعدة. كلمة داعش نفس الحروف الأولى من أي كلمات لا تعرف في المنطقة العربية، تعرف في أوروبا وتعرف في أمريكا. أعتقد بشكل أو آخر أننا أما نقف على بس إحنا عندنا كان عندنا داهف الدولة الإسلامية في الهرم وفيصل ده بجد على فكرة دول كانوا بجد داهف اه كانوا طلعوا كده شويه وقال لك الدوله الاسلاميه في الهرم وفيصل جنب الموقف كده طيب يعني واحنا قدامنا ده عايز اقول حاجه كنت قلتها الاسبوع اللي فات وكانت نقلا عن العرب اللندنيه ان كانت بتقول ان سبب لجوء بشار الى روسيا بدلا من اعتماده على ايران هو ان ايران كانت تطلب ضمانات في صوره عقارات يقدمها بشار الاسد لايران واعطوه لائحه بهذه العقارات التي كانوا يريدونها في شكل في تصوري انه يشبه ما فعله اليهود في فلسطين حينما اشتروا الاراضي واشتروا المنازل، نفس الامر كانت تريد ايران، وعندما فطن الاسد الى ما يحدث اتجه الى روسيا على الفور. رايك ايه؟ انا لا املك وثائق ولا ادله على معلومات زي دي، لكن انا اعرف انه ايران الموضوع ده يهمها جدا. واذكر وكنت في سوريا ذات يوم من حوالي 5 سنوات انه كان في كده يعني كلام ود بين الولايات المتحده وبين بشار الاسد او والنظام بتاعه، فصدرت تعليمات بالتقليل من الاهتمام بانشطه القنصليه الايرانيه في سوريا وعدم نشر اي اخبار بشانها. كان يعني كان الراجل جاهز عشان يعمل ده، لكنه هو فوجئ بان حاجه تانية بتحصل اللي هي احنا اتكلمنا عليها كتير، اللي هي تجري امامنا اليوم. نحن في الشرق الاوسط امام مخطط يعني مرجأ اجزاء منه، لكن نحن امام مخطط في الشرق الاوسط، وعلى الجميع ان يعترف بذلك. وما يحدث من روسيا والصين في المنطقة هو إدراك من كلا الدولتين بخطورة هذا المخطط اللي كان بيستهدف في الآخر مواجهة عسكرية مع روسيا والصين. فها هي روسيا اليوم تستعرض إمكاناتها العسكرية، وها هي الصين أيضا تستعرض إمكانيات عسكرية وتقدم أسلحة واعتاد عسكري للعديد من دول العالم لكي تقول للأمريكان إياكم أن تظنوا أن بقدرتكم أن تسقطوا الصين وروسيا. الصين وروسيا، هل هناك حلف صيني روسي بالفعل؟ النهاردة حضرتك سمعت أكيد عن المواجهات اللي في المحيط بين روسيا بين الطائرات الروسية والطائرات الأمريكية، وعندما اقتربت الطائرات الروسية من حملة الطائرات USS رونالد ريغان. ده إجراء عادي، لكن الأخطر من كده يا فندم اللي بيحصل في بحر الصين الجنوبي، وإنه من عدة أيام مدمرة أمريكية اقتربت من مواقع صينية. أمريكا بتقول إن دي جزر صناعية ليس من حق الصين أن تقيمها في بحر الصين الجنوبي. الصين بتقول ده من حقي إن أنا أقيم هذه. لكن ال وإيه اللي ودى الأمريكان عند الصين؟ إيه اللي ودى الأمريكان بحر الصين أصلا؟ هو حضرتك الأمريكان من 2005 قلقين جدا من تعاظم القوة البحرية الصينية. وفي هذا الإطار اسمح لي أشير إلى تطور قد يكون له تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين خلال الأعوام القادمة، ألا وهو لن أقول التحالف، لكن هذا التكتل الأمريكي الياباني الهندي الجديد في السياسة الدولية. ياباني هندي أمريكي. ياباني هندي. حتى الآن تم عقد اجتماعين بين هذه القوى الثلاث، والولايات المتحدة الأمريكية بتعمل حضرتك سياستها دلوقتي إن هي تجمع
مجموعة من الدول اللي لها ثقل اقتصادي، لها علاقات يشبه التوتر مع الصين لأسباب تاريخية وأسباب استراتيجية في آسيا، الولايات المتحدة الأمريكية بتحاول تقوم بصياغة هذا التكتل لمواجهة الصين على مدى 50 عاما القادمة. كما تعلم حضرتك أن السياسة الأمريكية بتنتقل الآن من أوروبا والشرق الأوسط إلى اللي بيسموه الباسيفيك ريم، إلى آسيا وإلى المحيط الهادي. فبالتالي الصين وروسيا زي ما حضراتكم أشرتوا طبعا هم عارفين أن الولايات المتحدة الأمريكية عند حضرتك روسيا أوكرانيا، اللي حصل في أوكرانيا من العام الماضي الهدف منه كان احتواء روسيا، بل بالعكس كان الهدف اللي بوتين فهمه بسرعة وفوته على الأمريكان والغرب والناتو، أنه كانوا قاعدة سيفاستوبول كانت يتم سحبها من الأسطول الروسي في البحر الأسود. معنى كده أن حضرتك كنت بتحاصر روسيا حصارا بحريا غير مباشر. الصين عارفة، الصين فاهمة كويس قوي اللعبة الأمريكية. الصينيين بيشتغلوا بيطوروا صاروخ دلوقتي مخصوص لحملات الطائرات الأمريكية، يعني مش يعني حضرتك احنا في عالم بيتغير بسرعة. بس في سمحتوا لي بسرعة، التصريح اللي قاله مدير المخابرات الفرنساوي مش جديد. ليه يا فندم؟ أوباما نفسه السنة اللي فاتت قال ما يدور الآن في منطقة الشام والشرق الأوسط هو إنهاء سايس بيكو. الغريبة أما أوباما قال هذا التصريح أدلى بهذا التصريح بعد حوالي أسبوع أو أسبوعين من تصريحات صدرة عن تنظيم داعش إن إحنا هنلغي وهنقضي على حدود سايكس بيكو. يعني الحقيقة التقارب وتفاهم مفهوم بطبيعة الحال بين أوباما وداعش. أحمد السيد بيقول الغريب جدا هو عدم دعوة المعارضة السورية لفيينا، إذا كانت جنيف 1 وجنيف 2 كانت بتشارك فيها المعارضة السورية، كيف يجتمع كل هؤلاء دون وجود لا للدولة السورية ولا للمعارضة السورية؟ إذن سوريا غائبة بكل المقاييس. سوريا ليست غائبة، هذه معارضة فصيل، لكن الذي اجتمع في فيينا دول. هل الدولة السورية موجودة؟ الدولة السورية غير موجودة بالفعل، لكن في فيينا فيينا ما فيهاش الدولة غير حاضرة على مائدة أو طاولة المفاوضات، لكن الطروحات الخاصة ببقاء الأسد وعدم بقائه لآخره أعتقد أنها حاضرة من خلال هذه الأسئلة عندما تطرح على جميع الدول. لا يهم سوريا بقدر ما يهم الدول التي تتأثر بما يحدث في سوريا. أهم شيء عندما تبين لهم في فيينا واحد أن غياب مصر وغياب إيران لن يحل المشكلة إطلاقا. أعتقد أنهم تداركوا هذا الأمر في تفتكر مين اللي تدارك هذا الأمر؟ يعني تفتكر الطلب أن تكون مصر موجودة هو طلب سعودي، هو طلب أمريكي، هو طلب روسي؟ هو طلب روسي، يعني عبر روسي عنه بأكثر من هي ثقة. الحقيقة أنا كنت بتكلم على الأمنية التي لم تتحقق اللي قالها سعادة السفير. يعني ليست كل الأماني تتحقق بالعلن، فأنا أعتقد أنه وجود مصر في هذا المحفل بطلب روسي كان إدراكا من الروس، لأنه المصريين هم أقدر من سيعبر فعلا عن المصلحة العربية، لأنه لو اختاروا إيران وحدها هيدخلوا الموضوع في طائفية. أما أن مصر هي اللي تتحدث عما يجري وهي قريبة بالتأكيد ولديها معلومات عن كل ما يجري على الأرض السورية، فهي ستمثل وجهة النظر السورية، وهذا لا يمكن أن يكون قد تم بعيدا عن تنسيق مصري سوري. ومصر تلعب أيضا في هذه الأيام دور آخر في حالة العلاقات
السورية الخليجية، واللي حصل مؤخرا بين الكويت وسوريا بيؤكد ده. يزيد صايغ الباحث في مركز كارنيجي لدراسات الشر قال مصر عندها فرصة تلعب دور كبير ومهم في حل الأزمة السورية. تمام، ويتفق مع الكلام اللي بيقوله الأستاذ حامد، ويتفق مع الكلام اللي حضرتك قلته منذ قليل، وكلام برضو الدكتور سعيد. توقيت أن تسلم الولايات المتحدة لمصر النهاردة 4 طيارات F-16 مصادفة، كان هذا هو الجدول، أن يطير الطيارون الأمريكيون بال4 طائرات F-16 ويحضروا إلى مصر، أم أن هناك رسالة أمام الرسالة الروسية لمصر؟ هو زي حضرتك تتذكر المكالمة الهاتفية المعروفة بين الرئيس أوباما والرئيس السيسي هذا العام، وتم يعني لإبلاغ الرئيس السيسي أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت استئناف المساعدات العسكرية لمصر، بس لغاية عام 2018، اعتبارا من عام 2018 طبيعة هذه المساعدات هتختلف وهتركز فقط على مجالات محددة، 4 مجالات كلها تتعلق بالأمن البحري وأمن الحدود وحرب العصابات والكونتر انسرجنسي والحرب على الإرهاب. فحضرتك اللي بيحصل في المنطقة دلوقتي، ومصر جزء من المنطقة، مصر أولا حضرتك رمانة الميزان في منطقة الشرق الأوسط، وكل القوة الكبرى ما زالت قوة الميزان رغم كل ما مرت به مصر. تمام، لأنه الأمور خرجت عن سيطرة أو كادت أن تخرج عن السيطرة في سوريا، في العراق، في ليبيا، في اليمن. الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد قادرة على ضبط إيقاع الأحداث. روسيا لسه حضرتك ما عندهاش، روسيا النهاردة مش زي الاتحاد السوفيتي، ما عندهاش خبرة، ما عندهاش وجود على الأرض إلا في سوريا. القوة العربية الوحيدة، وأعتقد يعني الكلام اللي بيصل إلينا أو التقديرات اللي بتصل إلينا حضرتك من شتى الدول العربية، كلهم بيقولوا إحنا في أشد الحاجة إلى عودة مصر وعودة قوة مصر، لأن الكل عارف حضرتك، الكل أدرك إن ما من قوة إقليمية وما من قوة عربية تستطيع أن تعود غياب مصر. وأنا رأيي إحنا بندفع، يعني إحنا كمصر بندفع ثمن عدم انخراطنا في السياسات العربية وفي السياسة العربية، ابتعدنا كثيرا عن العالم العربي وعن التفاعلات وديناميكية السياسة العربية، خصوصا في منطقة الشام والبلاد الرافدين. أتمنى أنا شخصيا أتمنى أن مصر تعود مرة أخرى بقوة في هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة دي حدودنا الاستراتيجية. نعم. إذا انهارت هذه الحدود، حدود مصر الجغرافية تصبح في مرمى خطر. نعم. ياسر بيقول سوريا دمرت بسبب خط الغاز العربي لتركيا نابكو ومنها لأوروبا، وبالتالي ضرب اقتصاد روسيا ورفضت سوريا المشروع وروسيا بترد الجميل. ميلاد مينا، لو مشي بشار الأسد ما مصير الجيش السوري بما أنه مؤيد للرئيس، وكيف يكون موقفه مع الجيش الحر أو المعارضة بعد ذلك؟ يعني رغم أن الجيش العربي السوري هو مع الدولة السورية ومع الشعب السوري، ولكن هناك أعداء متربصين لهذا الجيش من داخل سوريا، ما مصير هذا الجيش؟ هل هيكون هو في مرمى النيران؟ يعني أعتقد أن ما حدث في العراق يمكن أن يكرر بشكل أو بآخر في سوريا، يعني حل الجيش، توزيعه، تمزيقه إلى آخره، يستوي هذا وذاك. لكن كلمة الجيش السوري الحر، أعتقد أن التدخل الروسي أثبت أنه لا وجود لهذا الجيش من حيث الواقع العملي كلما كان. يعني أمريكا كانت ضمن الحرب الإعلامية المذكورة، أعتقد أنها كانت تقول أن هناك جيش سوري حر، لكن في الواقع ليس هناك جيش سوري حر، هناك حرب على الإرهاب قامت بها القوات الروسية، وثبت بالدليل القاطع أنه لا وجود لهذا الجيش، اللهم إلا في أذهان المرضى من أبناء الشعب السوري في المعارضة.
أشكرك أستاذ علاء أبو سعدة. الأستاذ عماد بيقول يريدون قطع خيوط ترابط الشرق الأوسط والخاسرين هم الصين وروسيا والعائد نفوذ أكبر لأمريكا. الكلام ده حقيقي؟ أنا أعتقد أن هؤلاء الأمريكان يثبتون يوما بعد يوم كم هم حمقى. السياسة الأمريكية سياسة حمقاء. هم يتخيلون أننا أمام أفلام من هوليود أن هم سيسقطوا مصر بصناعة بعض الفتيل ولا حاجة، وهيسقطوا سوريا كما أسقطوا العراق بقرارات يعني شديدة الغباء عندما حلوا الجيش وحلوا الشرطة ولم يعد هناك في اللي طلع. توني بلير بيقول الحقيقة فعلا احنا كنا يعني السبب وغلطنا، والله حقكوا علينا بإسقاط العراق. هو كان يعترف بحماقة بالحماقة الأمريكية لأنه لو كان البريطانيين هم اللي تعاملوا مع الموضوع كان الموضوع مختلف. ما أسقط يعني ما يحدث في العراق حاليا هو نتيجة حتى حماقة أمريكية، ولن تحقق الحماقة الأمريكية نتيجتها في سوريا. والدليل هو أنه يعني ما يجري في سوريا أمريكا لها أكثر من يد فيه باستخدام أيدي عربية لا داعي يعني لتوضيحها أكثر من ذلك، لكن بقاء الجيش السوري، بقاء الدولة السورية رغم ضعضعتها من مختلف الجوانب هو دليل لا يقبل الجدل على حماقة أمريكا، وعلى أنه ليس كل ما تريد أمريكا أن تصنعه في الشرق الأوسط قابل للتحقق. والدليل هو هذه القوة التي عادت بها مصر إلى المنطقة بل إلى العالم. نيفين النظمي بتقول ما تجيبوا حد من الشعب السوري يقول لنا هم عايزين ايه، بدل ما احنا عمالين نقول مصلحة الشعب السوري كأنه قاصر مش قادر يقرر مصيره. فين الشعب السوري المؤيد والمعارض لبشار؟ هاتوهم يتكلموا. استاذ نيفين، لما احب اكلم الشعب السوري اكلم مين؟ اخر مرة حاولنا ان احنا نجتهد الناس كانت زعلانة مننا جدا، انتوا ازاي جبتوا الناس دي على الهوا؟ هل النهاردة لو جبنا واحد او اتنين او تلاتة يمثلوا من يمثلونه هم دول اللي هيقولوا لك الشعب السوري عايز ايه، ولا الشعب السوري اكبر بكتير من ان شخص او اتنين او تلاتة يمثلوه؟ طيب يعني عايز في ختام اعطي الكلمة كده لحضراتكم انكم تقولوا لنا ما الذي نتوقعه وما الذي نأمله من لقاء الغد؟ يعني أنا لا أتوقع الشيء الكثير من لقاء الغد. هو الأمريكان صوروا الموضوع إنه هو حيتم بحث طبيعة المرحلة الانتقالية في سوريا، مدة المرحلة الانتقالية، دور الرئيس الأسد في المرحلة الانتقالية. وكان وزير الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي قال إحنا إذا كنا اتفقنا مع روسيا إن إحنا نختلف على مصير الأسد، لكن إحنا ممكن نعمل سويا من أجل التوصل إلى فكرة واضحة عن المرحلة الانتقالية. أعتقد إن بكرة احتمال هيبقى فيه اللي بيسموه برين ستورمينج بين كل الدول الخصم اللي حاضرة، طبيعة المرحلة الانتقالية في سوريا ومدتها، والرئيس الأسد يرحل إمتى، يرحل في البداية، يرحل في نهايتها، يرحل ازاي، يرحل عن طريق انتخابات. يعني انا اعتقد، بس برضو حتى الموضوع ده اعتقد من السابق لأوانه ان الدول اللي هتجتمع بكرة في فيينا تستطيع ان تتوصل فيه الى اجماع. يعني انا اشعر ان كل مرة اقرأ فيها شيء عن فيينا 2 اتذكر مؤتمر يلطا. كان هناك مجموعة من الدول بعد الحرب العالمية الثانية تم توزيع مراكز النفوذ على هذه الدول بشكل أو بآخر، وأعتقد أن الكل ماسك شوكة وسكينة يبحث عن نصيبه في التركة السورية للأسف الشديد. نعم. طيب يعني كان في تصريحات لوزير الخارجية السعودي بيقول أن يكون هناك اجتماع آخر لحلفاء المملكة العربية السعودية لمناقشة هذا الموقف. من هم حلفاء المملكة العربية السعودية في هذا الأمر ويقولوا إيه بعيدا عن المجموعة الثانية؟ الحقيقة الاجتماعات التي عقدت مؤخرا وشارك فيها وزير الخارجية السعودي سواء كان في زيارته لمصر اللي سبقت السفر إلى فيينا، أو التصريحات اللي خرجت
على لسان أحد نواب الروس من العاصمة السورية بعد لقاء مع الرئيس بشار الأسد، وقال فيها أنا على استعداد لإجراء انتخابات رئاسية بعد القضاء على داعش، بيقول أنه علينا أن نتوقع أنه سيكون هناك تفاهمات في كومبرومايزز هتحصل بين السعودية وروسيا وأمريكا وإيران. يعني كل هنا بقى كل هذا يعمل تنازل من التنازل. يعني مصر هتبقى مركزة على حاجة مهمة، وهو ده اللي بيهمنا وبيهم الشعب المصري كله، هو سوريا، سوريا الدولة، سوريا المؤسسات. طب لو في عندنا الشعب. معسكر أمريكي، معسكر روسي، اللي هيحصل فعلا، وعندنا معسكر إيراني، معسكر سعودي، مصر فين في دول؟ في أي من هذه المعسكرات؟ مصر أقرب إلى الموقف الروسي فن. أقرب إلى الموقف الروسي. الروسي، ولكن هي في المعسكر الروسي؟ يعني أنا أصخة أن إحنا أقرب بالنسبة للوضع في سوريا والشرق الأوسط، مصر بعد 30 يونيو أقرب إلى الطرح الروسي والرؤية الروسية، لأنه إحنا من مصلحتنا أن أمريكا وحلفائها وشركائها لا يسيطرون على المنطقة. نعم، حلفائها وشركاء لا يسيطرون على المنطقة، حلفائها وشركاء. وبالفعل مصر قريبة جدا موقف روس، وهذا واضح تماما عندما عبرت مصر عن موافقتها على الضربات الروسية ضد داعش، وأعتقد أن هذا يأتي في إطار القناعة الثابتة لدى مصر أن الإرهاب لا وطن له ولا دين ولا عنوان، وهو آفة عالمية، ومن ثم يجب أن تكون مكافحته مكافحة عالمية. وأعتقد أن مصر عندما أيدت الضربات الروسية ضد داعش هي بالفعل أقرب للموقف كله، سيما وأنها يعني تؤكد أن الاحتلال ترفض الحل العسكري أيا كان، سواء في اليمن، سواء في ليبيا، سواء في يعني نعم. سوريا، لأن التدخل العسكري يعقوب بشكل أو بآخر احتلال، وحاشا لله أن تحتل دولة عربية دولة عربية أخرى. من هم حلفاء؟ حضرتك بقى ابن كار معانا كده في الصحافة والإعلام، فممكن تقولي من هم حلفاء وشركاء السعودية؟ لأكيد الشركاء الولايات المتحدة اللي سيد سفير مضاش يقولي هم مين؟ أنا برضو أنا مش عايز أقولهم، أنا مش عايز أقول حلفاء أمريكا، لكن أنا إيران بقت من حلفاء أمريكا دلوقتي؟ طبعا طبعا، تحولت تحول كبير، وبقت طبعا سيبك من ولا حلفاء روسيا. لا لا، يعني استاذ زيني يكمل فكرته. طيب احنا عشان هنختتف، انا عايز سريعا كده، ايران من حلفاء امريكا طبعا بمقتضى الاتفاق النووي، بعد الاتفاق النووي. ما تنساش برضو الداخل المصري، ما نناقش النقطه دي يا فندم. الداخل المصري ماله يا فندم؟ ما تنساش حضرتك الداخل المصري اما نتكلم على امريكا وحلفائها وشركائها. هناك حلفاء لامريكا في الداخل المصري مؤيدون لضرب سوريا للأسف الشديد. الموضوع أوسع بكثير من أن يناقش في حلقة برنامج أكثر سرية، يمكن زي ما أنا شايف إن هو يناقش على الهواء مباشرة. الكثير من الردود أتت بما معناه، واللبيب بالإشارة يفهم، فأرجو أن يكون الفهم ده انتقل إلى مشاهدينا. ولكن أهم رسالة تقول نحن بالفعل نتعرض إلى مؤامرة غير مسبوقة، مؤامرة تفوق ما حدث في سايكس بيكو. سايكس بيكو عندما تم توقيعها وتم تمزيق العالم العربي، كان هناك بعض العذر لنا أننا كنا يعني عايشين في حالة من الجهل والظلام والتراجع وما إلى ذلك. النهاردة حجتنا إيه؟ ما أعتقدش أن في حجة موجودة لأي مواطن عربي عنده وسائل تواصل، عنده انترنت، عنده تلفزيون، عنده ساتلايت، عنده قدرة أن يشوف العالم كله ويعمل رأيه الشخصي والخاص. الأجيال القادمة عندما تلومنا لن تلومنا بسبب جهلنا، ولكن ستلومنا بسبب خيانتنا لقضايانا العربية. بشكر ضيوفي الكرام سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا لحضرتك. وبشكر الدكتور سعيد اللوندي خبير العلاقات الدولية، شكرا لحضرتك. والكاتب الصحفي الأستاذ حامد عز الدين، شكرا لحضرتك. شكرا. بعد الفاصل هنرجع وموضوع مختلف، بنتكلم عن الطاقة في مصر وأزمة الطاقة في مصر. اكتشفنا آبار الغاز،
ولكن الغاز لن يدوم أبدا، نتجه نحو مفاعلات نووية لتوليد الطاقة، ولكن البعض يعارضها. هل الطاقة البديلة، هل الطاقة المتجددة من الممكن أن تحل محل الطاقة التقليدية؟ عندما نفكر في ذلك عادة نفكر في الطاقة الشمسية، ولكن سنتحدث عن طاقة الرياح، ومحدثي بعد هذا الفاصل هيكلمني عن إمكانية أن تنتج مصر من الطاقة الناتجة عن الرياح ما يكفيها وما يزيد عن احتياجاتها للتصدير. بعد الفاصل نلتقي بالدكتور مهندس سامح نعمان استشاري الطاقة المتجددة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عايزين نتخيل للحظة ان اكتشافات الغاز اللي حصلت في مصر دي هتغنينا الى الابد عن اننا نبحث دائما عن مصادر بديلة للطاقة. اكتشافات الغاز مهما كانت ضخمة ومهما كان في قلق موجود زي ما قرينا في اسرائيل من انها تغير الخريطة الاستراتيجية في منطقة الشرق الاوسط وغيرها من اللي اتقال، هذا الكلام لا يعني ان نعمل من اجل الاجيال القادمة، ولا يعني اننا نكون عندنا القدرة اننا نشتغل النهاردة عشان خاطر تتوفر لينا مصادر متعددة ومختلفة، عشان خاطر نقدر نؤمن نفسنا استراتيجيا في مختلف انحاء مصر، وخصوصا اذا كنا عايزين نسعى لنهضة صناعية، عايزين لنهضة عمرانية في الفترة القادمة. البلاد اللي بتعمل ده بتكون بلاد جعانة للطاقة، زي الفترة اللي حصل فيها النمو الرهيب في الصين، كانت بلد يعني جعانة جدا للطاقة، وكانت بتحصل على الطاقة من كل مكان في العالم، وكانت سببا رئيسيا في رفع أسعار البترول عالميا. وجزء من أسباب انخفاض أسعار البترول في الفترة الأخيرة، الركود الذي حدث في الصين من ناحية، ومحاولة الولايات المتحدة معاقبة روسيا والصين عشان خاطر ما يحاولوش ان هم يتقدموا عليها سياسيا، بالك بان الصين متقدمة اقتصاديا بشكل كبير جدا مما جعلها الاقتصاد الثاني في العالم كله. هنحاول نتعرف على مصادر جديدة للطاقة، قلنا مصادر الطاقة الشمسية، ويمكن انا مع ضيفي كنا بندردش في الفاصل عن عدم قناعتي بالطاقة الشمسية في قدرتها على توليد الطاقات الضخمة المستخدمة في الصناعة، ولكن لا اعرف الكثير عن طاقة الرياح التي من الممكن ان تحل الكثير من مشكلتنا. ده اللي نتعرف عليه من ضيفي الكريم الدكتور مهندس سامح نعمان استشاري الطاقة المتجددة. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك فندم. اهلا وسهلا. هل فعلا ممكن نولد 20,000 ميجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى رأسها الرياح؟ هي طاقة الرياح أسرع وأفضل وأنظف طاقة نقدر ناخدها وناخدها بسرعة، حتى عن الشمسية. وحتى عن الشمسية، لأن الشمسية ليها استخدامات محدودة، ما اقدرش أخد منها الطاقة الكبيرة لأنها تاخد مساحة وتحتاج صيانة ونظافة وتحتاج باك أب باتري، فإنما طاقة الرياح بتبقى نظيفة، بس هي فيها مشكلة، والمشكلة الحمد لله اتحلت، وهو أول حل عالمي حليته مع الشركة الروسية بحاجة مشتركة، لأن المراوح اللي بتشتغل في على مستوى العالم هي مروحة ثلاثة ريشة. مروحة ثلاثة ريشة، اللي هي المروحة العادية زي اللي بنشوفها في الزعفران، زي اللي في الزعفران. بس ليها شرط عشان تاخد أقصى طاقة ليها، لازم تكون سرعة الرياح 15 متر في الثانية. احنا عندنا في مصر ما فيش 15 متر في الثانيه، ولا في الزعفران، ولا في الزعفران. الزعفران يعني النهارده كانت حاجه عاليه جدا 9 متر في الثانيه، وانا عندي الكيرفات اللي موجوده، انما المروحه العشرة ريشه اللي هي موجوده اللي هي دي. ايوه تمام. دي روسيا لما عملتها بتشتغل على 10 متر في الثانيه، فاصبحت نزلت للثلثين. الاثنين بيدوني كفاءه، بيدوني يعني دي كفاءتها اللي هي الثلاثه ريشه كفاءتها 30%. العشرة ريشة اللي هي خمسة قدام وخمسة ورا كفائتها 80%. نيجي بقى نشوف مصر، هل العشرة ريشة هتنفعني في قلب مصر؟ حضرتك لا، أنا شايف إن حضرتك بتتكلم بتقول عشرة بتشتغل على عشرة متر في الثانية، وإحنا بنجيب في أحسن أحوالنا تسعة، ونادرا لما تيجي لنا عشرة. فبالتالي ال 15 مش هتديني الكفاءة بتاعتها، إنما العشرة تدي شوية. حضرتك أنا عملت دراسة على مصر بالكامل، وجزء منها في الكتيب ده، منها 95 موقع هقراهم لحضرتك بعد شويه، ان مصر انسب حاجه ليها توصل لستة، فكان بقى 6 متر في الثانيه، 6 متر في الثانيه، فكان متوسط في المناطق دي على مستوى مصر في اي حته. فعلشان تستخدم طاقه الرياح وتاخد منها طاقه عاليه جدا، يبقى لازم تنزل بسرعه المروحه ل 6 متر في الثانيه.
هو ده بقى اللي كان التفاوض بينه وبين الشركة الروسية، والحمد لله في خلال حوالي 4 شهور وشوية قدرنا نوصل للمروحة اللي تشتغل على سرعة 6 متر في الثانية وتدي لك أقصى طاقة قدرة خارج من عندها بكفاءة 80%. ما فيش مروحة في العالم بتدي كفاءة 80% غير المروحة اللي بتشتغل على 10 ريشة. يعني هي 10 ريشة، ولكن إيه اللي يخليها تشتغل على 6 بدل ما بتشتغل على 10؟ طبعا بيبقى فيه تغيير في الجير بوكس اللي بتحرك بيها من جوه، وطول الريشة، يعني طول الريشة هنا عندنا القطر بتاعها 75 متر. 75 متر. أيوه، هو 75 متر، وبعدين الارتفاع بتاعنا أقل ارتفاع 45 متر. على ارتفاع 45 متر وطول الريشة الواحدة؟ لا، طول القطر بتاعها، يعني طول القطر، يعني الدائرة اللي بتلف جواها. يعني طول الريشة الواحدة 37.5. طيب ده حضرتك عشان خاطر يتعمل، انا شايف برضو قدامي هنا رسم توضيحي بيقول المسافة بين المروحتين، بين المروحتين العشر ريشة، يعني نقول ان المروحة اللي انا بحطها في المكان في قلب 90 متر مربع، 90 متر و90 متر، احط المروحة تشتغل مرسيف. يديني طاقة قد ايه هذا الكلام؟ اقل طاقة 1000 كيلو، يعني 1 ميجا وات ساعة. من يطلع من ايه؟ من المروحة، من الوحدة الواحدة، من الوحدة الواحدة 1000 كيلو. الوحدة الواحدة تطلع لي ميجا. ميجا وات ساعة، يعني 1000 كيلو في الساعة. 1000 كيلو في الساعة. يعني الميزة بقى في دي حضرتك ايه؟ ان حضرتك لما نبص هنا، يعني استاذنك اقرا دول كده بسرعة. اتفضل. انا عندي في ابو سمبل عامل موقعين، عامل تجربة على كل دي موقعين، ومنطقة اسمها بيفق طريق السلوم سيدي براني عامل عليها 2، عامل عند نخل شمال سيناء مرتين، عامل عند شرق السويس المقطم دي فيها مشكلة، يعني كل اللي أنا بقوله ده بيغطي الكهرباء اللي فيها بالكامل، بيتحل مشكلتها بالكامل. المقطم شرق العاشر دي منطقة صناعية. يعني تبعد عن الكهرباء بتاعت الحكومة وتحط فيها المراوح دي تشتغل. اكتوبر خلف المصانع بتغطي منطقة اكتوبر بالكامل. التجمع الخامس، كل دي مناطق رياح، دي مناطق تشتغل فيها المراوح دي، الوحيده اللي تشتغل فيها المراوح دي. ما تشتغلش فيها اي مراوح تاني، يعني لا الثلاثه اللي عند الزعفرانه ولا العشره بتاعت روسيا اللي بتشتغل على 10 متر في الثانيه. دي الوحيده اللي تشتغل في المناطق دي وتشتغل وتديك كامل الطاقه. منطقه السادات والضبعه مرتين، العاصمه الاداريه عامل عليها 11 نقطه، العاصمه الاداريه الجديده، لان دي هتبقى فيها مشكله في الكهرباء. ايه المشكله اللي هتبقى فيها في انك انت حضرتك عشان هتعمل شبكه توزيع، وهتعمل محطات كهرباء، محطة الكهرباء عشان تنشئها بتاعه 3-4 سنين، انما دي جاست انك انت تحط المروحة وتاخد منها الكهرباء على طول. يعني انا في خلال سنة ادي لك 1 جيجا، 1 جيجا ده عشان انت تعمل فيه مصنع قدامك 3 سنين تعمله، بخلاف انك انت بتستخدم له غاز او سولار. فانت ما بتستخدمش حاجة، انت تحط المروحة وربنا خلاص بقى بيدينا الهواء، محدش يقدر يمنعه، لا يمنع الهواء ولا شمس. حتى في ايام الحر والصيف والكلام ده كله؟ هي الحر والصيف في خريطة كاملة للسنة، انا بجيب بقى لو حضرتك 2 و3 فاتوا اقول لك المنطقه دي شكل الريح فيها ايه. فتقريبا مصر في كل منطقه من 2 فاتوا ما بيدينش اي تغيير في الرياح. هو الكيرف بتاعي ثابت، سواء بقى في الزعفرانه، يعني الزعفرانه لما جبت الكيرف بتاعها ماكسيمم 9 متر. 10 متر دي في ايام قليله جدا، يعني حضرتك نشوف كده دي منطقه الزعفرانه اللي طبعا اللي انا عندي من 3 متر فاكثر و5 متر فاكثر، انا حاطط من اول 3 متر فاكثر، فاذا المنطقه دي بتاعتي طول السنه. وبعدين الجنب اللي على اليمين ده بيديني في الشهر ده كام يوم الريح عندي فوق 5 متر، كام يوم الريح فوق 6 متر، فبالتالي بقدر احسب كل الطاقه اللي بتيجي عندي. هل الطاقه دي قابله للتخزين؟ يعني اي طاقه قابله للتخزين؟ يعني انا النهارده انتجت مثلا، لو افترض ان انا عندي الكيرف، انا شايفه كيرف بيعلى ويوطى، تمام، هل انا عندي حاجه بتخليني اقدر في الفتره اللي سرعه الرياح بتقل فيها يكون عندي طاقه تخزينيه، ولا الكهرباء هتقطع عن هذه المنطقه؟ لا، ما انا اعمل بيها، هو اللي انا هدي لمنازل منطقه سكنيه ولا المصانع؟ لو المصانع لازم تبقى ستيبل طبعا، يبقى انا الكهرباء بتاعتي ما اقولوش بقى مروحه ولا اثنين، اقول له انت بتاخد مني في الكيلو ثابت في اي وقت. صح، انا بظبط نفسي بدل ما بحط له مروحه احط له 2 و3، ولذلك انا هدي له سعر الكهرباء في طول ال 20 سنه، لمده 20 سنه هدي له سعر للمصنع، هدي له سعر الكهرباء من 80 قرش لجنيه ماكسيمم 20 سنه. انما هديها للبيوت للمنازل من 40 قرش ل 50 قرش، و 40 قرش ده كتير على فكره، لان هتتكلف عليا حوالي 18 قرش. يعني دي الاسعار المدعمه بتاعت الحكومه مش هتبقى مدعمه خلاص، هتبقى الحكومه بتكسب فيها لو باعت هذه الكهرباء هي بنفسها. 20 سنه، هل الحكومه هتديني 20 سنه مع تغير البترول والغاز واي وسيله تانية باخد بيها الكهرباء، هل هتقدر تثبت لي سعر الكهرباء 20 سنه؟ استحاله. انا هديها له، انا ممكن اديها له ب 25 للمنطقه السكنيه، 25 قرش الكيلو لمده 20 سنه. ياه. ايوه.
الكلام ده يعني طبعا في تكلفة موجودة عشان خاطر أتحول إلى هذه هذا الاتجاه. تمام. لو أنا النهاردة حسبت التكلفة، أولا التكلفة الرأسمالية الأولية شكلها عامل إزاي؟ شوف حضرتك، المروحة أو التوربينة اللي هي بتديني 1000 كيلو بنقول 3 مليون دولار. 3 مليون دولار دول لو قسمناهم على 20 سنة هيديني سعر هضربهم في 9 الأول عشان أقول الدولار ب9 جنيه فهضرب في 9 خليها ب8 و3 لا خليني على الكتير انت تشتري من السوق السوداء ولا ايه؟ لا ما انا لا انا بحط الأسوأ الظروف يعني لما بحسب هحسب على أسوأ الظروف انما لو عايز احسب لاحسن الظروف اقول اخد من البنك يعني حضرتك بتتكلم على 27 مليون جنيه لل على 20 سنه على 20 سنه نقسمهم على 20 وبعدين اقسمهم على 360 والسنه 365 يوم هحسب 360 5 صيانه وبعدين احسب على 24 هيطلع لي سعر الكيلو ما يقرب من 14 قرش 15 قرش لمدة 20 عام. ده لو أنا المروحة بتاعتي وأنا باخد سعر الكيلو ثابت لمدة 20 سنة الكيلو هيقف عليها ب15 قرش. طيب الكيلو هيقف ب15 التكلفة الرأسمالية يعني النهاردة احنا لا الرأسمالية معناها اللي هي الدفعة الأولانية اللي هتطلع يعني أنا النهاردة عشان خاطر أطلع ده اللي هو حضرتك قلت عليها إنها 3 مليون دولار. هل ده حضرتك بتقول ان يعني يدخل القطاع الخاص هو الذي ينتج ويبيع للدوله ولا يعني الموديل بيقول ايه؟ مين الاسواق كان في ليها كذا نظام يا يعني اما الدوله بتاخدها تبقى الدوله كسبانه جامد لو عملت كده انما لو عملها نظام بي او تي يعني واحد بيعمل الشغل ده وبعد 20 سنه يسيبه للحكومه شغال هو بعد 20 سنه هو على فكره مدته لحد 30 40 سنه يشتغل لو بعدين يسيبه للدوله حسب الاتفاق بينهم فهو بيجيب راس ماله في من 4 ل5 سنين بالكتير على المحطة دي يعني طبقا للسعر اللي بيبيعه إذا كان منطقة سكنية أو منطقة مصانع من 4 ل5 سنين بيجيب السعر بتاعه بعد كده حضرتك عنده بقى من 5 سنين نقول 6 سنين نقول 8 سنين عنده 12 سنة هو بيكسب بيكسب على طول بس مكسب وبعدين في ال4 سنين أو ال5 سنين لا بيدفع لا سولار ولا غاز ولا عمالة ولا أي حاجة خالص هو الهواء بيشغلها وبياخد كهرباء وبعدين الميزه في المروحه دي كمان حضرتك اصل هي ليها مميزات كتير انا هقولها بعد اذن حضرتك ان المروحه دي غير الثلاثه كمان ان حضرتك بتاخد الثلاثه من الجنريتور بتاخد على طول تنزل على الشبكه المحطات الثلاثه لازم يا اما تدخل على انفرتر يا اما بتدخل على سيرس يعني تدخل على حاجه تظبط الكهرباء عشان تدخلها على الشبكه انما دي بتاخدها مباشره وبعدين انا استاذن يعني بتطلع تيار 220 كده 380 3 فاز 380 3 فاز على طول وستيبل وكمان سرعة المروحة عشان نقول ان المروحة دي بتشغل الستارت بتاعها 3 متر في الثانية كلهم بيشغلوا 3 متر في الثانية دي بتشغل لحد 60 متر في الثانية يعني لو جه الهواء بسرعة 60 متر في الثانية قابل انها تشتغل تلف بدون مشاكل اكتر من كده بتعمل ستوب المراوح الثلاثة بتشغل لحد 25 متر في الثانية دي الاوت بتاعها مهما زيد اما توصل للماكسيمم 6 متر يبقى الاوت بتاعك ثابت مفيش تغيير ال 3 متر لا كل ما الهواء يزيد كل ما بيطلع منها اوت فدي مشكلة الحاجات بقى الطبية ان المروحة التلاتة ريشة بتشتغل لما بتشتغل بتديني نويز بتديني ضوضاء بتعدي 65 ديسيبل فده بيديني صوت يأثر على الناس اللي موجودة عندي لازم تبعد عن منطقة المروحة لا يقل عن 10 كيلو انما دي ملهاش التانية 65 ديسيبل ده احنا بنتكلم صوتنا للناس سمعاه ده دلوقتي ده 10 ديسيبل تقريبا حاجه بسيطه تانية صوت عالي جدا احنا كده بنشتغل 10 ديسيبل يعني مش بنتكلم على 7 اضعاف الصوت الصوت بتبقى طالع من هناك اللي هي بتبقى منطقه فتبعد 10 كيلو هنا بقى هنا الصوت ايه؟ التانية ما بتزيدش عن 40 ديسيبل 40 ديسيبل 40 ديسيبل الحاجه الاخطر انها بتدي هارمونكس في الترددات اللي هي التردد الصوتيه اللي بتطلع منها اقل التلاتة ريشه بتدي اقل من 10 هرتز في الثانيه ده بيؤدي الى سرطان الثدي ودي حاصله في ولايه في امريكا الجمعيه الخضراء اللي هناك بتناشد انها تشيل المراوح اللي موجوده في المنطقه لان معظم الناس اللي هناك جالهم سرطان ثدي فدي يا ساتر يعني الله محفظنا يعني النهارده ما هو معلش بقى سامحني بقى ده اتفضل يعني قلت لنا الطاقه الجديده والطاقه النظيفه سواء بقى التلاتة ريشة 10 ريشة لا مفيش ما فيهاش ضرر ماشي ما احنا كنا بنقول النهاردة لكن هم اكتشفوا على مدار 20-30 سنة ان التلاتة ريشة بيجيب سرطان الثدي الله محفظنا تمام
ولكن والعشرة ريشة الله أعلم هيطلع ايه. هو مفيش النهاردة اتعمل تستات، اتعمل على نفس التست بتاع التلاتة والعشرة اللي اتنين اتحطوا under the same condition، نفس المواصفات ريح وسرعة ريح وحرارة وكل حاجة، واتعملت القياسات دي. اصل دي حاجات موجودة. طب حاجة زي العاصمة الإدارية الجديدة لما هاجي اقول والله انا عايز اعمل لها بنسميها مزرعة ريح، مزرعة رياح خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمام. هتكون محتاجة تتحط لتغذي هذا المكان في مساحة قد إيه؟ هو عايز قد إيه؟ في تصورك مدينة هتكون في نصف حجم القاهرة، في تلت حجم القاهرة، هديله 10 جيجا بس كده، هديله 10. هو هيعمل فيها مصانع ولا كلها سكن؟ ما هو الاحتياج يعتمد، لو مصانع بتسحب كتير، إنما سكن سهلة جدا، سهلة وتتغطى بسهولة. إنما هي المشكلة في المصانع، يعني مصنع زي مصنع الإسمنت بياخد 35 ميجا، يعني بيحتاج 50 واحدة من دول، وبعدين بيسد فلوسهم في خلال 5 سنين، وبيقعد 15 سنة ببلاش. حاجة زي منطقة قناة السويس، منطقة قناة السويس كلها مصانع، فطبقا لمنطقة، يعني أنا ممكن أحط جنب كل مصنع الكهرباء بتاعته، فبالتالي مش هحتاج الشبكه بقى اللي هتلف على المنطقه كلها. يعني كل واحد يجيب ريشه ويجي حاجته معاه لو هو عايز بقى يعمل المنطقه بالكامل، هتبقى بالمنطقه للمنطقه بالكامل. لان هل هو يعملها خاص ولا عايز يشتري من الحكومه، ولا عايز يشتري من مستثمر عامل بي او تي؟ يعني انا فاكر وقت ما كانوا بيعملوا القريه الذكيه هنا، كانوا بيقولوا ان هم هيعملوا مثلا التكييف، هيبقى في محطه تبريد، تحطت ميه للتبريد تبقى موجوده تدي لكل المباني. متهيألي ده مش عارف اذا كان اتنفذ ولا لا، بس متهيألي لا. هل من الممكن مثلا ان مع كل مجموعه 10 او 20 مصنع ان يكون في شركه مظبوط بتعمل ده وتوزع لل 10 20، فتبقى شبكه صغيره لوكال مقفوله؟ وده اللي كان هيتعمل في منطقه السويس ورا مينا السويس. هم معطين ارض الواحد 70 فدان من شهر 2 السنه دي، لحد دلوقتي ما عطلوش التصريح، وانا اعمل له الدراسه بتاعت هذا المكان عشان يعمل فيها ايه؟ مزرعه ريح. عشان يعمل فيها مزرعه ريح، وادوا له الارض، خصصوا له الارض وما عطلوش التصريح لحد ما عمدوش تصريح انه يبيع ولا تصريح انه ينشئ انه ينشئ. وبنسمع طبعا تصريح ان هم بيساعدوا عايزين يعملوا، ما عطلوش. وانا اعمل له دراسه، منهم الرسمه اللي هي كانت المروحتين جنب بعض دي، كانت الرسمه بتاع ضمن الرسمه بتاعته. طيب حضرتك يعني خلينا ايه، هروح لفاصل وهرجع مع حضرتك عشان خاطر اسالك لماذا لا يطبق هذا الكلام، لماذا لم يطبق هذا الكلام، لماذا ايه العراقيل اللي موجوده قدامه اذا كان موجود ده، وهل التصاريح دي بتصدر عن وزاره البيئه ولا بتصدر عن وزاره الصحه ولا عن طريق ولا بتصدر عن المحافظات ولا ايه؟ هنحاول نعرف اجابه لكل هذه الاسئله من ضيفنا العزيز الدكتور المهندس سامح نعمان. القاكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أرحب بالدكتور مهندس سامح نعمان استشاري الطاقة المتجددة. وصلت لنا بعض الرسائل يا دكتور. بشرة نخلة بيقول نفسي بجد كل مصادر الطاقة عندنا نستغلها من رياح وطاقة شمسية من حتى المطر بدل إهداره، ونرجع نشتكي من قلة المياه والتوعية بالحفاظ عليها، ما نسيبش أي شيء عندنا غير مستغل. علاء الليسي، هو احنا عرفنا نستغل مياه الامطار المهدره كل سنه ملايين الامطار في وقت بنعاني من نقص مياه الري؟ الغريب احنا شايفين ثروات وموارد كتير في مصر بس مش عارفين نستغلها او نستخدمها. محسن امام، الفيصل في الاستثمار في مصر اننا نغلب مصالح البلد على مصالحنا الشخصيه، لكن للاسف معظم المستثمرين بيحاولوا يستفيدوا اكبر استفاده ممكنه حتى لو على حساب مصلحه البلد. لو كل مستثمر مصري عمل مشروع واحد من ضمن مشروعاته لمصلحة البلد حتى لو ما كسبش منه، أكيد وضعنا الاقتصادي هيتحسن كتير. عاصم أبو ندى، مصر تمتلك كل عوامل الطاقة المتجددة من رياح لشمس لكل سبل الطاقة غير التقليدية أقلها الرياح. منطقة البحر الأحمر هي الأنشط في الرياح والشمس أيضا، وهي منطقة واعدة بما فيها من جبال وسواحل. متى تؤمن مصر بما تملك من ثروات وتخرجها من المغارة ونرى لها مردود في حياتنا؟ محمود اسماعيل، الصحراء الشرقية وساحل الأحمر جيد جدا، مساحات خرافية، ولا ننسى حلايب، المكان أفضل مما تتصورون، ويمكن أن يكون بنية للتنمية، كل شيء هناك خيال وطبيعة ممتازة وأمن قومي. التنمية في الأماكن المستهدفة، مطار في حلايب أو قاعدة جوية تصل مقاتلات مصر لباب المندب وغيرها دون التزود بالوقود. أسعدني طرح مشروعات في مطروح، طاقة الرياح موجودة في السخنة ويمكن توسيع المشروع والاستفادة من الرياح الأحمر.
أحمد السيد، إثيوبيا تؤمن 90% من الطاقة الكهربائية عن طريق توليد الطاقة من الرياح. أدم 2 يولد 153 ميجا وات ليكون أكبر حقل توليد طاقة كهربائية من الهواء في دول أفريقيا جنوب الصحراء. وأشيجودا افتتح سنة 13 بطاقة 120 ميجا وات، وأدم 1 افتتح 2011 بطاقة 50 ميجا وات. مشاهدينا ما شاء الله ثقافتهم ما شاء الله عالية جدا. بس يعني أنا أضيف لهم حتة صغيرة، لنقول لبحر أحمر أو ساحل أو مناطق صحراوية جاهزة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أنا بقوله مصر كلها تحت 6 متر في الثانية جاهزة تشتغل بطاقة الرياح وتاخد أقصى طاقة، لأن المروحة بدل ما بتدي 1 ميجا وات لو طلعت الارتفاع 90 متر ممكن أحط عليها توربينة تديني لحد 5 ميجا وات. يعني المروحة الواحدة بدل ما أخد منها 1 أخد منها 5 ميجا وات فعلا. طب هسأل حضرتك سؤالي اللي كنت بسأله قبل الفاصل، هو من الذي يعرقل، من الذي لا يعطي التصاريح، الدنيا واقفة عند مين؟ شوف حضرتك، أنا نتكلم بصراحة، وزارة الكهرباء قالت أنا بدي مشاريع، بدي تصاريح للناس تعمل هذه المشاريع، ولا واحد خد مشروع، ولا واحد. ما حضرتك بيكلمني عن واحد أهو ما خدش التصريح. ما خدش التصريح من مين؟ من وزارة الكهرباء. ووزارة الكهرباء بتقول إنها بتدي بس هي ما بتديش. لا ده واقع، لأن أنا عمله دراسة حضرتك، عملها له في شهر 4 ومجددها له مع المراوح، بعد ما عدلت على المراوح دي عملها له من شهر ونص وقدمها لوزارة الكهرباء، ووزارة الكهرباء لسه ما ادتلوش التصريح. بيلففوه بقى وزارة الكهرباء، روح مش عارف لجهة توزيع الكهرباء، وروح عشان تتعاقد مع المصانع لازم ياخد تصريح من كل مكان، لحد دلوقتي ما خلص، لأنه لو خلص هيتعاقد للتنفيذ. وطبعا ده رأس ماله وده استثمار بتاعه، فما نفذوش في حد. يعني هل احنا حضرتك في ده بنخاطب وزير الكهرباء نقول له انظر ماذا يحدث داخل لا الوزارة؟ لا حضرتك، احنا ما نخاطبش لا وزير كهرباء ولا ما نخاطبش حد، احنا نخاطب رئيس الوزراء، نخاطب رئيس الجمهورية، يبقى في قرار كده سيادي اللي عامل كذا ينفذ، انما حضرتك هتدخل في وسط الوزارات حنتوه. ولكن النهارده لابد، النهارده رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء هيكلف وزير الكهرباء بالبحث فيما تم تقديمه ومدى جديته. يقدم، المفروض يقدم لرئيس الوزراء ادي المشروع هو للتنفيذ في المنطقة الفلانية، على طول يتصدى عليه، ما اقعدش بقى لففه زي الاستثمار من شباك واحد، يبقى وزارة الكهرباء من شباك واحد. ده شباك صغير حتى مش محتاج ولا شباك حتى يقول يعني. خلاص امشي روح اعمل على طول ده، لان ده دخل قومي، ده احنا هننتج كتير، هنوقف مصانع عطلانة. انا ركزت على اكتوبر والعاشر من رمضان، دي اول حاجه على فكره انا بدات بيها، والهضبه، لان اكتوبر فيها مصانع عطلانه، وعطلانه باور، عطلانه كهرباء. يعني احنا عايزين نقول ايه؟ اراده سياسيه تدفع بمثل هذا المشروع ان هو ينفذ على الفور فورا فورا، هيلاقي الناس كلها تشتغل. لان خد بال حضرتك ده استثمار مجدي جدا، حضرتك بتعمل حاجه لا بتجيب لها غاز ولا بتجيب لها سولار ولا بتجيب لها ماء. هو كلام، يعني المستثمر اللي حضرتك بتتكلم عنه مش بيعمل الكلام ده على حسابه؟ هيعمله على حسابه، على حسابه. بس خد بال حضرتك انت اللي بيعمل، انت بيديله ارض بس، بس يديله الارض فقط، بيديله الارض فقط. فهو تم تخصيص الارض، تم تخصيص الارض من قبل شهر 2، واتعملت له الدراسه في شهر 4، واتعملت له الدراسه الجديده على المراوح 6 متر. مفيش بقى تصريح تشغيل، مفيش تصريح عشان يبدا، عشان حتى يقولوا له روح اتعاقد مع المصانع. هو اتعاقد مع المصانع اللي هي ورا مينا السويس، ورا المينا بتاع مش السويس، اللي هو السخنه ولا السخنه إيه؟ ايوه تمام، وراها، وهيتعاقد مع المصانع اللي موجوده هناك، والمصانع تمام. محتاجه، وبعدين في مصنع هيتعمل اسمنت بعد سنه، فلازم يجهز له من دلوقتي. ما فيش الكلام ده، ما فيش ديناميكيه الحركه في التنفيذ. أرجو أن صوتنا يكون واصل هنا، لأن متهيألي الموضوع ده يعني أنا لا أدعي أن أنا فاهم فيه، ولكن واضح من كلام اللي بيقوله الدكتور سامح نعمان أنه كلام في منتهى الأهمية، لابد من النظر فيه، يغنينا عن حاجات كتير قوي. اتقالي فن، يعني يغنينا عن حاجات كتير قوي. اتقالي فن، قلنا قبل كده، قلنا في حاجات كتير، وقلنا على اللمبات الليد، وإيه مواصفات اللمبات الليد اللي تيجي صح. ما تعملتش دلوقتي اللمبة الليد بتيجي بربع دولار وبتتباع 25 جنيه وبتضرب بعد شهر وبتؤدي الى مشاكل، كل الكلام ده قلنا. قلنا اللمبه الليد اللي بتيجي اللي هي بربع جنيه دي بتعمل اوفرلود على الشبكات اللي بتشتغل، على الجنريتورز اللي شغاله دلوقتي، لان بتديني باور فاكتور 0.4 وهو المفروض يبقى 0.8. كل ده قلناه قبل كده، وما فيش، كلها كلام، كل الردود ردود سياسيه. كل الردود ردود سياسيه على الهوا، وما فيش تنفيذ. عندي سؤال من احمد محمد، بيقول عمليه الشوارع لماذا لا تضاء بالطاقه الشمسيه؟
لان فيها المفروض ما ضاهاش بالطاقه الشمسيه، المفروض ضاها بالطاقه التقليديه، لان عشان الطاقه الشمسيه هتشتغل معاك سنه وبعد كده هتحتاج لها صيانه. الصيانه انت ما عندكش السيستم اللي يعمل لها صيانه، يعني لما يكون عندك 1000 عمود اناره في الشارع هتعمل له صيانه كل قد ايه؟ المفروض كل ما يبقى عليه درجه عدم نقاء او تراب او ما شابه ذلك. هو في سيستم معمول للكلام ده، ينظف تنظيف اوتوماتيك، بس انا لسه ما نزلتوش ومش هنزله دلوقتي علشان في مشاكل في التنفيذ والناس اللي بتشتغل، لان كله شغال تجاري، ما حدش بيشتغل على قلبه على البلد، كله بيشتغل شغل تجاري. بس حد المشاهدين قال الكلمه دي، قال كل واحد بيعمل لمصلحه نفسه. مصلحته، كل واحد بيشتغل تجاري، حد فيهم قال انا اعمل حاجه للبلد بالطريقه الفلانيه؟ انا اولا ما حدش شاركني في اي حاجه ان انا بعملها، كلها مجهود شخصي عشان الحمد لله مصر. واقول استسمحك بس اقول فضل. الفروق بتاعه المروحه الستة متر عن كل المراوح الموجوده حتى الروسيه العشرة متر، يعني هقول عند ست، هقول ان المروحه بتديني كامل طاقتها. عشان بس افكر مشاهدينا، 6 متر احنا بنتكلم عن سرعه رياح 6 متر في الثانيه، في الثانيه 6 متر في الثانيه، فهو ده. ولكن المروحه ده 6 متر ده مش طول المروحه، طول المروحه قطرها 75 متر او 37.5 لكل واحده فيهم، طول الريشه بتاعتها. المروحه 6 اللي هي بتشتغل على 6 متر في الثانيه بتديني، اللي اصغر مروحه بتديني 1000 كيلو لما تكون سرعه الريح 6 متر في الثانيه. المروحه الروسيه اللي هي الجديدة اللي على مستوى العالم الثانية اللي تعتبر نمرة 2 بتديني الألف كيلو عند 10 متر في الثانية. بقيت مراوح العالم بتديني الألف كيلو عند 15 متر في الثانية. لو نزلت وقلت ان انا هشتغل عند 5 متر، لو الريح عندي نزل ل 5 متر، عند 5 متر مروحة الستة اللي هي بتشغل على 6 متر ونزل الريح ل 5 متر هاخد 750 كيلو متر في الساعة، كيلو متر في الساعة، كيلو وات في الساعة. المروحة العشرة متر اللي بتشغل على سرعة 10 متر في الثانية هتديني 180 كيلو وات في الساعة. المراوح التانية كلها هتديني 150 كيلو وات في الساعة. طيب لو السرعة نزلت لتلاتة أربعة متر، لو نزلت لأربعة متر، المروحة الستة متر هتديني 400 كيلو متر كيلو وات في الساعة. العشرة متر هتديني 50، بقية المراوح هتديني 10 من 400. من 400. انا هبقى بدي 400 والتانية بتدي 10. بتدي 10. بتدي 10. لو نزلت الى 30 ل 3 متر اللي هو الستارت بتاعهم، انا هدي 200، اللي 6 متر هتديني 200 والباقي كله اقصى حاجه تديني 10. ادي الميزه بتاعتي 20 ضعف. فادي الميزه بتاعت ال 6 وات، ال 6 متر في الثانيه. فعشان كده انا بقول 6 متر في الثانيه على مستوى مصر هي انسب حاجه، لانها تديني بالظبط كده لما تشتغل في السنه هتديني نسبه هقول لحضرتك عليها مع المقارنه اللي انا عملت اللي هي معموله اصلا عالميا. حضرتك لو سرعه الريح 3.5 اجمالي في السنه، الاجمالي في السنه للي بتشتغل على 10 متر هتديني في السنه، هتديني 921,082 جيجا وات. المروحه اللي هي 6 متر هتديني 3 جيجا، وبعد كده 423,299. شوف دي 3 جيجا ودي، اما الباقي بيديني نص جيجا في السنه. ده لو سرعه الريح 3. طب لو طلعت على سرعه الريح 6 متر، اللي 10 اللي هي بتشتغل على 10 متر في الثانيه هتديني 3 جيجا و2 من 10. اللي عندي هتديني 6 جيجا ونص، الضعف 6 جيجا ونص الضعف، انما الثانيه بتديني 1.7 من 10 ماكسيمم، 1.7 من 10. طب عايز اسال، يعني قول لي حضرتك كده في عجاله الفلوس اللي احنا بنوفرها من الكلام ده كله، بتوفرها فلوس قد ايه؟ سواء شمسيه بقى او رياح او ده. طيب حضرتك الشمسيه هدي لحضرتك ثلاث امثله صغيرين من الشمسيه ناخده. حضرتك انا مع حضرتك ان الطاقه الشمسيه لا تستخدم على مساحات كبيره، ولكن انا هستخدمها على مساحات صغيره. اول حاجه هستخدمها في الزراعه في الري، هي اول مراوح التوربينات. حضرتك هوفر قد ايه في اليوم؟ انا عندي حوالي 5 مليون مكنه ري في اليوم، مكنه ري في زراعيه اللي هي بتسحب الميه وتشغل. هخليهم اثنين، هخليهم اثنين، والاثنين دول هقول ان هم 2 مليون، واقول ان المكنه لما جمعهم على بعض بدل ما تشتغل 24 ساعه او ساعتين هقول ان المكنه الواحده بتشتغل 15 لتر في اليوم. يبقى ال 2 مليون هيدوني كام لتر في اليوم سولار؟ 2 في 15 30، 30 مليون لتر سولار. يبقى انا هوفر كام في اليوم؟ 30 مليون لتر سولار. الدوله بتدعمه اصلا يعني 30 مليون دولار.
يبقى من باخدت من الطاقه الشمسيه والرياح مع بعض او الاثنين هايبريد مع بعض، خدت من الزراعه 30 مليون دولار. تعال بقى لحاجه غريبه شويه، 30 مليون دولار في اليوم، في اليوم ده لسه هضيف عليهم حاجه ثانيه. هنيجي على المشكله اللي موجوده في الشوارع، توك توك. انا بالطاقه الشمسيه بحول، وده عامل له اكزامبل، لان انا بقوله ده كله معمول له اكزامبل. التوك توك بتحول من توك توك بيشتغل بالبنزين لتوك توك بيشتغل بالكهرباء، موتور كهرباء. بس مش لما رخصوه الاول بس، لا ما انا هرخصه، انا هرخصه بطريقه ثانيه. ليه؟ لان انا هحوله لموتور بالكهرباء. يبقى انا كده بوفر. التوك توك الواحد على فكره بياخد 25 لتر بنزين في اليوم من 92. وهو بيستهلك نص الطاقه، نص كميه البنزين المدعمه اللي موجوده في السوق. فانا عندي حوالي 5 مليون توك توك، اخليهم 2. 2 في 25 50 مليون لتر بنزين، 50 مليون دولار. ادي وهقول لحضرتك ازاي هظبط عليه، بس احسب الاول. يبقى عندي 30 و50 كام؟ 80 مليون دولار. 80 مليون دولار في اليوم. في الشهر ب 2.4 مليار دولار. كويس؟ ادي اللي احنا بنستلفه من البنك الدولي في الشهر، وفرته من نفسك. ازاي بقى هسيطر على التوك توك واعمل عليه كنترول؟ التوك توك بيركب فيه شريحه زي شريحه التليفون اسمها ار اف اي دي، وعلى كل اعمده النور فيها اجهزه كنترول. لو خرج بره منطقته، لو خرج بره الحدود اللي انا بحددها له، ما طلعش الشارع الرئيسي، ما يمشيش كده، بيحصل له قطف للكهرباء، بيقفل الكهرباء، فاصبح التوك توك لا يمكن يتحرك. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان من خلال الار اف اي دي ده انا بشوفه على اجهزه الكمبيوتر، والار اف اي دي زي رقم شريحه التليفون، رقم يونيك واحد ما يتكررش. فبالتالي اقدر اعمل متابعه لكل التوك توك، ولان انا اعمل سيف للحركه بتاعته. ممكن اقول لك التوك توك ده خط سيره كان ايه من اسبوع. ده مش خيال علمي ده يا دكتور؟ لا لا لا، ده واقع، انا ما بهركش، ده ما فيهاش تهريج. التوك توك هكلفه 30,000 جنيه، يعني هغرمه 30,000 جنيه، بس هو كسبان. ليه؟ هو بيدفع 25 لتر بنزين في اليوم، يعني 25 لتر في بس هو ما حلتوش ال 30,000 جنيه. ما انا مش هاخده منه، مش هاخده منه. مين اللي هيجيبه؟ البنك هيديهم له وهيدفع بالقسط، لان هو بيدفع كام في الشهر؟ 25 لتر في اليوم، اللتر بكام؟ البنزين ب 2 جنيه وشويه. خليه هو ما بيحطش 92، يعني هو بيحط يا 80 يا 80 يا 92، بيحط غالبا 80، لان ما بلاقيش 80 في لداخل مصر، ما بلاقيش 80. خلينا على 80، سعر ال 80 كام؟ جنيه وشويه، جنيه وشويه، خلينا 100 يعني 50 جنيه. 50 في 30 بكام؟ 1500. لما اخد انا لما انا اكلفه 30,000 وهاخد منه 1000 جنيه كل شهر، هيسددهم على كام شهر؟ 30 شهر. قول 36 شهر، 3 سنين. وبعد كده السيستم بتاعه بيشتغل معاه قد ايه؟ بيشتغل معاه 20 سنة. البطارية اللي أنا بجيبها له ما هياش بطارية بتشتغل 3 سنين وتغير. بطارية الطاقة الشمسية اللي موجودة حالياً، عشان الناس بتقول فيها مشكلة، 15 سنة. البطارية من 12 ل 15 سنة الديورابيلتي بتاعتها. طيب، يعني بنتكلم مع الدكتور سامح نعمان على سبل لتوليد الطاقة بشكل عام على مستوى مصر كلها. بنتكلم على حلول بتنزل لغاية ترمبة الري أو مكنة الري اللي موجودة في الغيط، للتوك توك، إلى كل حاجة من دي من الممكن بالطاقة الجديدة نحلها. في حتة حضرتك لسه ما قلناهاش سريعا بقى، أرجوك. احنا عندنا سد عالي بيدينا 2 جيجا وات ساعة. لما بيشتغل بكامل طاقته بال 12 توربينة بتاعته. أنا عندي 4000 مصنع طوب في مصر، المصنع بيستخدم 500 كيلو وات ساعة. ال 500 كيلو وات ساعة دول لو أنا حولتهم بالطاقة الشمسية أو بطاقة الرياح، لأن كلها في مناطق فيها طاقة رياح كويسة. أنا بوفر في الساعة الواحدة 2 جيجا وات ساعة. أدي عندي 2 جيجا وات ساعة، لو حسبتهم الفلوس بيطلع في الساعة الواحدة 500 مليون جنيه، لو أنا قلت إن الدولة بتتكلف ربع جنيه على الكيلو وات اللي بتديها له. يعني قلت الدولة بتتكلف ربع جنيه، أنا ما بتتكلفش ربع جنيه. يبقى بوفر 500,000 جنيه في الساعة، نص مليون. يبقى في اليوم بس بتكلف كام؟ بوفر كام؟ 12 مليون جنيه للدولة. وبوفر قد إيه منها كهرباء؟ 2 جيجا وات ساعة، يعني أنا بعمل مصنع سد عالي تاني. هل تسمعني؟ أرجو إن رسالة تكون وصلت لمن يسمعنا، لمن تصل إليه هذه الرسالة. لدينا حلول غير تقليدية لمشكلات تقليدية من الممكن أن نخرج
بها إلى بر الأمان. بشكر ضيفي الكريم الدكتور مهندس سامح النعمان استشاري الطاقة المتجددة، شكرا لحضرتك. بشكركم مشاهدينا الكرام مرة ثانية، بعتذر لكم ان احنا ما ناقشناش القضية الهامة وهي قضية فتاة المول، وناقشنا حاجات ممكن ما تكونش مهمة عند بعض الناس زي ده. أرجو ان الإعلام المصري يستيقظ لما يدور حوله، عندنا مشاكل كتير وعندنا فرص كتير، محتاجين نشوف الفرص اللي قدامنا ونتعامل مع المشاكل اللي بتواجهنا. أشوفكم بكرة على خير، وتصبحوا على خير.